الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. هو أنا لو قلت لحضراتكم النهاردة إن الدوري الإنجليزي دوري ضعيف، هل حد فيكم هيصدقني؟ هل حد ممكن يصدق الكلام اللي أنا بقوله؟ هل حد ممكن يعقل الكلام اللي أنا بقوله؟ هل حد لو أنا قلت له، أنا طالع مع حضراتكم على الهوا أهو وبقول لحضراتكم إن الدوري الإنجليزي دوري ضعيف، هل ممكن حضراتكم تصدقوا الكلام ده ولا لأ؟ خلوني الأول أبدأ بترتيب الدوري الإنجليزي، ومعلش استحملوني بس في الحتة دي علشان أنا الكلام ده بالنسبة لي كلام مهم جدا جدا جدا، والكلام ده بيدور خلال هذا الأسبوع ضد مصلحة النادي الأهلي أو ضد في الكلام عن النادي الأهلي. ليفربول بعد مباريات النهاردة أو بعد المباريات اللي اتلعبت النهاردة، ليفربول في المركز الأول عنده كام نقطة؟ 55 نقطة من كم مباراة؟ من 19 مباراة. ده نادي ليفربول. الثاني في الدوري الإنجليزي الضعيف، اللي عايز يقول عليه ضعيف يقول، اللي عايز يقول عليه قوي يقول، زي ما انتوا زي ما حضراتكم عايزين، لكن طبعا معروف ان الدوري الإنجليزي اقوى او من اقوى الدوريات في العالم. ليستر سيتي في المركز الثاني من 20 مباراة، يعني ليفربول لعب 19 عنده 55 نقطة. ليستر سيتي لعب 20 مباراة اللي هو في المركز الثاني عنده 42 نقطة. مانشستر سيتي في المركز الثالث لعب 20 مباراة وعنده 41 نقطة. يعني لو ليفربول لعب المباراة المؤجلة ليه هيبقى عنده 58 نقطة وفارق 16، لو كسب المباراة المؤجلة فارق 16 نقطة عن المركز الثاني. هل ده معناه إن الدوري الإنجليزي دوري ضعيف؟ هل ليستر سيتي ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس وايفرتون ونيوكاسل يونايتد وارسنال وبيرنلي وبرايتون وساوثهامبتون وكل بقيه الفرق اللي موجوده، كل الفرق دي فرق ضعيفه؟ هو انا ليه بقول لحضراتكم الموضوع ده؟ لانه خلال الاسبوع اللي فات او خلال الفترات اللي فاتت كان كل الكلام على ايه؟ أول ما لقوا النادي الأهلي بيكسب 8 مباريات ورا بعض وعنده 24 نقطة، ابتدت الاتجاهات وابتدت المصالح، لازم نطلع حاجة غلط في الدوري، لازم نطلع حاجة غلط في الدوري. فإيه اللي يحصل؟ أصل ده دوري ضعيف. عايزين نهمد لعيبة النادي الأهلي، عايزين نهمد جمهور النادي الأهلي، عايزين نهمد مجلس إدارة النادي الأهلي. عشان كده انا بستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال في اطار هذا الموضوع، والكلام ده مزعج جدا، مزعج جدا يعني. لانه لما تيجي تبص على اقوى دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي، طبعا انا وجهه نظري ان الدوري الانجليزي ده اقوى دوري في العالم. تخيلوا حضراتكم لو واحد دلوقتي طلع لحضراتكم وقال لكم الدوري الانجليزي ده دوري ضعيف عشان ليفربول عنده 55 نقطه واللي في المركز الثاني عنده 42 نقطه. طب هو ذنب ليفربول ان هو بيكسب كل الماتشات؟ هو ذنب الاهلي اللي هو بيكسب كل الماتشات؟ هو ذنب المقاولين ان هو الثاني وذنب الاتحاد ان هو الثالث؟ هو ده ذنب الفرق دي؟ لا، الفرق بتكسب، بتاخد نقط، بتلعب في دوري قوي، دوري فيه او مدفوع فيه ملايين ملايين الفلوس لكل اللاعبين اللي متواجدين وكل الاداريين والاجهزه الفنيه وكذا وكذا وكذا. فحاجة غريبة جدا الواحد بيسمعها، نغمة طالعة خلال الأسبوع اللي فات كله، الأسبوع اللي فات كله الناس كلها تقول لك إيه، مش الناس كلها طبعا، بعض من لا يشجع النادي الأهلي يطلع يقول لك إيه، أصله ده دوري ضعيف، أصله الأهلي مش عارف إيه، أحسن الوحشين. إذن ليفربول أحسن الوحشين، بقية الفرق اللي موجودة في الدوري الإنجليزي أصله دوري ضعيف الدوري الإنجليزي ده. لو حضرتك بتاخد بالمنهج اللي انت بتتكلم عنه ده في الدوري المصري يبقى ناخده بقى في الدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم، نقول عليه اضعف دوري بقى او من اضعف الدوريات اللي موجوده، عشان حضرتك بس تبقى نايم مستريح وحاسس كده ان ايه، ان الموضوع بالنسبه لك اصل ده دوري ضعيف فمش مهم اخده، مش مهم اخده وخلي الاهلي هو اللي ياخده. هم عايزين يقولوا كده، هم عايزين يوصلوا إن الناس كلها تتكلم بالشكل ده وفي إطار هذا الموضوع.
اصله ده خلينا احنا نلعب في اي حته تانية، نلعب في بطولات افريقيا، نلعب في بطولات عربيه، نلعب في البطولات التانية، لكن الدوري ده اصله دوري ضعيف. تخيلوا حضراتكم هي وصلت لايه؟ وصلت ان انت للاسف الشديد، وانا دايما بقول الكلمه دي، ان النادي الاهلي اللي عايز يكسب النادي الاهلي يجي يكسبه في ملعبه، في الملعب في النجيله، ال 11 ضد 11 والثلاث تغييرات اللي بيغيرهم المدير الفني، وحضرتك تغير ثلاث تغييرات يمكن تعمل فرق وتكسب النادي الاهلي. بالمناسبه ممكن يحصل اي حاجه في كره القدم، ممكن تحصل، لكن ان انت تطلع ان او عايز تطلع ان الدوري العام المصري ضعيف علشان الاهلي كسب 8 ماتشات. هو ليفربول كسب كم ماتش؟ لعب 19، فاز في 18 مباراة. فاز في 18 مباراة، إذن هو كل ليفربول أحسن الوحشين، وليفربول بيلعب كل الفرق ضعيفة. هو أنت بتقول على نفسك إن أنت ضعيف علشان تطلع الدوري اللي لسه فيه أكتر من حوالي 20 أسبوع. لسه في 20 اسبوع تقريبا، ده انت ما تلعبش من عندك غير 10 اسابيع او 11 اسبوع، لسه قدامك 20 اسبوع عايز تطلع ان الدوري ضعيف عشان لمجرد ان الاهلي كسب 8 مباريات. هو الاهلي لو كسب الدوري كله، الدوري المصري دوري قوي، الدوري المصري فيه كل الفرق اللي فيه فرق محترمه، وكل الفرق اللي فيه فرق عندها مديرين فنيين محترمين، قد نختلف وقد نتفق مع البعض في طرق لعب، في طريقه اداء، في تكتيك جوه الملعب، ولكن في النهايه حضرتك بتتكلم على واحد من الدوريات القويه في العالم العربي. مش هقول لحضرتك في العالم، ولكن انا بكلمك على العالم العربي. ف كل اللي بيحصل ده ليه؟ كل اللي بيحصل ده عشان الاهلي كسب 8 مباريات ورا بعض. 3 نقط في 8 ب 24 نقطة. كرة القدم، ودايما أنا بقول الكلمة دي، فيها 3 نتائج: المكسب والخسارة والتعادل. النادي الأهلي عنده ظروف صعبة خلال هذه الفترة، أو إحنا بنقول إن في ظروف صعبة، ولكن لما يطلع ريني فايلر ويتكلم ويقول لك أنا ما عنديش ظروف صعبة لأنه أنا عندي 30 لعيب كلهم كويسين وأقدر ألاعب أي حد فيهم، دي تصريحات قوية جدا وجريئة جدا من المدير الفني للنادي الأهلي ريني فايلر. بيدي ثقة للاعبيه اللي هم فعلا عندهم ثقة كبيرة جدا، بيدي ثقة لجمهوره، كلنا واقفين ورا لاعبتنا، كلنا واقفين ورا فريقنا، وعمرنا ما هنبص على اللي بيتقال، لكن احنا دورنا دايما ان احنا نطلع نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي عايز يودي حضراتكم لفين، عايز يودينا. انا عارف طبعا ان انتوا يعني واعيين لما يحدث خلال هذه الفتره، ولكن انا بس حبيت ان انا اوري لحضراتكم حاجات تبقى سبوتات كده معاكم علشان تعرفوا تتكلموا، او نعرف نتكلم مع حضراتكم فيه. طيب، سؤال مهم جدا، هو الدوري العام المصري دوري ضعيف ولا مش ضعيف؟ هنسأل واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري، واحد من المديرين الفنيين الحقيقة اللي دايما بيسيب بصمة في أي فرقة بيبقى متواجد معاها، متمرس، صاحب خبرة كبيرة جدا في الدوري العام المصري، كابتن طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود. يا كابتن طارق، ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام، ازيك، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ الله الحمد لله، ازي صحتك كده؟ وحشنا جدا يا كابتن والله. انت اكتر يا اسلام والله. ربنا يخليك. كابتن طارق، يعني مقولة بتتقال خلال هذه الفترة ان الدوري المصري ضعيف، ايه رأي حضرتك في هذه المقولة؟ لا بالعكس، الدوري المصري السنة دي قوي جدا، اعتقد ان الفرقة كلها يعني دعمت نفسها بشكل كويس، واستعدادا للدوري بشكل كبير جدا. واعتقد ان الامور بتزداد سخونه مع الاستمرار في المباريات. مفيش شك طبعا، يعني الامور ابتدت تتضح مبدئيا في القمه. ان الاهلي ماشي السنه دي بدايه جيده جدا، يمكن من فتره طويله يعني من 5 6 سنين الاهلي ما بداش البدايه الجيده دي. ايوه،
بقيه الفرق كلها بتتبارى في تحسين المركز بشكل كبير جدا جدا، وان كان طبعا ده بحكم يعني بدري نظرا لان لسه 10 جولات من البطوله. ايوه انا اتوقع ان الامور هتزداد سخونه مع الاستمرار طبعا، لان كل ما تستمر كل ما الريتم بتاع اللاعبين بيرتفع، المستوى بيرتفع. طبعا النتائج كل اللي بيدور على النتيجه اللي هو بيدور عليها، وكله بيحسن من مركزه بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الامور هتزداد سخونه في الفتره القادمه نظرا لتلاحق المباريات، خاصه بعد بطوله الامم الافريقيه وثم بطوله 23 سنه دي. الاتحاد ضاغط المباريات بشكل كبير جدا، يعني كل 3 ايام كل 4 ايام. فده ما فيش شك طبعا، يعني اولا بيبقى بيدي استمراريه للمسابقه، وكمان يعني بيدي سخونه للمسابقه بشكل كبير جدا جدا، لان زي ما انت شايف كده الدوري متقلب خاصه في الجدول اللي تحت في المراكز بشكل كبير جدا. كابتن طارق، حضرتك قلت جمله ان النادي الاهلي بدا كويس، بدات تتضح المعالم، هل نقدر نحكم ان النادي الاهلي دلوقتي خد الدوري من دلوقتي ولسه قدامنا مثلا على الاقل 20 جوله؟ انا لو قلت كده يبقى، او لو الاحساس ده وصل للنادي الاهلي اعتقد يعني احساس سيء جدا، لان المشوار لسه بدري. لكن انا شايف ان البدايه للنادي الاهلي بدايه مطمئنه، يعني غير مطمئنه لجماهيره بخلاف الفترات السابقه، يعني لو بالمقارنه بالسنتين ثلاثه اللي فاتوا اعتقد ديت يعني من افضل البدايات على صعيد الاداء وعلى صعيد كمان النتيجه. مظبوط. فانا شايف ان هو ماشي يعني باستمراريه في النتائج، واستمراريه طبعا في الاداء اللاعبين. انا الولاد صراحه انا بشوف النادي الاهلي السنه دي بيأدي اداء جيد وما فيهوش كمان ارهاق للاعبين. الجهاز الفني بقياده فايلر بيستطيع ان هو يطلع اقصى طاقه اللاعبين بدون ارهاق اللاعبين، رغم ان النادي الاهلي من الفرق اللي بتمر طبعا بضغط كبيره جدا سواء على الصعيد الافريقي او على الصعيد المحلي. عشان يقدر يوافق بين الاثنين دول محتاج طبعا الشك جيش جرار من اللاعبين الجاهزين، وده اعتقد انه ده متوفر حاليا في النادي الاهلي بشكل جيد. طيب كابتن طارق، امبارح شفت مباراه الاهلي وفريق بلاتينيوم زيمبابوي. طبعا النادي الاهلي امبارح باقل مجهود الحقيقه فاز بهدفين مقابل لا شيء، ولكن 6 نقاط لكل فريق سواء الاهلي او النجم الساحلي او الهلال السوداني، وبعد كده بلاتينيوم في المركز الاخير وعنده 0 من النقاط. تفتكر الثلاث مباريات القادمه محتاجه ايه من لعيبه الاهلي ومن جمهور الاهلي؟ من الجمهور طبعا في الشك، يعني الجمهور بيكون حاضر في كل المحافل اللي زي دي بالذات اللي بتحتاج مسانده من جماهير النادي الاهلي. يعني انا ما شفتش مباراه للنادي الاهلي وجمهوره محتاجه فيه وهو ما كانوش حاضرين. ايوه بالعكس، دايما داعمين للنادي الاهلي حتى في يعني المواقف الصعبه. مظبوط. ما فيش شك طبعا المجموعه يعني ازدادت التهابا، خاصه بعد فوز الهلال على النجم الساحلي في ملعبه، فطبعا ده مفاجاه بالنسبه للمجموعه. مظبوط. كل الحظوظ متساويه، عشان كده الفتره الجديه فتره، الفتره القادمه فتره جديه على صعيد النتائج بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت الان في دوري محتاج تجمع اكبر عدد من النقاط عشان تصعد للدور اللي بعد كده. فالفرق كلها اعتقد عندها الحظوظ، عشان كده اي تهاون اي اخفاق بالشكل هيأثر. بس الكلام ده انا اعتقد واصل الجهاز الفني بشكل كويس ودارسه، واللاعبين والمباراه القادمه مباراه فاصله. ايوه. وهي اللي هتحدد مين هيصعد للمجموعتين. والاهلي دايما الجماهير وادارته ولاعبيه بيلعب على تارجت واضح وهو المنافسه على البطوله الافريقيه. كابتن طارق، اخبار حرس الحدود ايه وموقف حرس الحدود خلال الفتره القادمه ايه؟ والله يا اسلام حرس الحدود وحشنا تواجدك معنا. ربنا يخليك يا كابتن، انا اللي كان ليا شرف والله 3 سنين من احلى سنين عمري الحقيقه يا كابتن طارق. والله الحمد لله.
عموما يعني الحمد لله احنا ماشيين يعني باستقرار جيد. النتائج يعني مره جيده ومره مش جيده، خاصه في الفتره اللي فاتت دي. لكن اخر مباراه احنا عملناها مباراه جيده امام انبي في ملعبه، كنا قريبين جدا للفوز، ولكن التعادل برضه مع انبي في ملعبه نتيجه جيده جدا، خاصه ان احنا خرجنا من سلسله 3 مباريات هزيمه، فالاتحاد ثم الاهلي ثم المقاولين، رغم ان الولاد انا شايفهم صراحه بيطلعوا اقصى طاقتهم وبيحاولوا بشكل كبير جدا خلق الفرص، في ساعات بيصادفك سوء توفيق، لكن ده ما بينكرش الجهد اللي بيبذله الولاد. يعني كل التوفيق يا كابتن طارق خلال الفتره القادمه، وبشكر حضرتك جدا على هذا التحليل الفني لكلمه ان الدوري العام دوري ضعيف، وطبعا انا شخصيا بشكل شخصي اتمنى كل التوفيق لفريق حرس الحدود خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا لكابتن طارق العشري مدير فني الكبير. فزي ما قلت لحضراتكم، الناس دلوقتي او بعض من لا يشجع النادي الاهلي واخدك في هذه السكه، او واخدنا في هذه السكه، سكه ايه يا جماعه؟ اصل دوري ايه؟ ما تفرقش معانا دوري، احنا عايزين نلعب في حته تانية، فعايزين نلعب في بطوله عربيه، بطوله افريقيه، يعني نلعب بقى، لانه الدوري اساسا يعني زي ما انتم شايفين كده. كلام طبعا مش منطقي، وكلام لا يصح ان يقال. من المفترض ان الناس دي بتفهم كوره، بتفهم كره قدم، وكره القدم تقبل كل شيء، كرة القدم تقبل كل شيء. احنا لسه في الاسبوع العاشر، النادي الاهلي لعب 8 مباريات من 10 مباريات، كسب 3 مباريات، كسب 8 مباريات بثلاث نقاط، اصبح عنده 24 نقطة، لسه بدري جدا جدا على الدوري العام المصري. وسمعت واحد من الخبراء في الدوري العام المصري كابتن طارق العشري وهو بيتكلم في هذا الموضوع، قال لك يا جماعة يعني لسه بدري جدا، والموضوع هيزداد سخونة، خصوصا ان يعني الامور ماشية بشكل جيد، كل 3 ايام مباراة. مضغوطين جدا في النادي الاهلي، احنا طبعا مضغوطين جدا كلاعبين، مضغوطين جدا كجهاز فني، الجمهور نفسه كمان مضغوط، بتطلع من مباراة تخش في مباراة، ولكن عهدنا دايما عارفين ان جمهور النادي الاهلي هيقف ورا فريقه في اي حتة وفي اي مكان وفي اي وقت، ده احنا متأكدين منه. فهناك ضغطة كبيرة جدا للاعبين خلال الفترة القادمة، عندنا ماتش يوم الأربع مع مصر المقصة، عندنا ماتش يوم 5/1 مع فريق مصر، عندنا بعد كده مباراة بلاتينيوم، مباراة اللي هنلعب فيها ضد بلاتينيوم في زيمبابوي يوم 10، وبالتالي انت هتخلص مباراة يوم 5 مع فريق مصر، وهتسافر علشان تروح تلعب في زيمبابوي، وبعد كده ترجع تلعب بعديها ب4 أو ب5 أيام مباراة أخرى، وبالتالي هي ظروف ضغط علينا جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها وقدود، ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي يقدروا يعدوا هذه المرحله المضغوطه بتغييراته بقى ريني فايلر. عشان كده امبارح لما كنا بنتكلم مع حضراتكم على ان التغيير او التشكيلة الرئيسية للنادي الأهلي كان ينقصها مثلا محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، أكيد كان الراجل في دماغه ريني فايلر كان في دماغه أنه هو يريح الاتنين لعيبة دول علشان الفترة القادمة، وبعد كده أكيد كان هيلعبهم ويطلع اتنين تانيين من اللي بيلعبوا، وهكذا المباريات القادمة ستجد تدوير أو روتيشن للاعبين في كل المباريات القادمة، لأن مفيش لعيب هيقدر يستحمل أنه يلعب كل يومين أو كل 3 أيام مباراة فيهم سفر ورايح وجاي والكلام اللي حضراتكم بتشوفوه ده، لأنه موقف صعب جدا ومضغوطين جدا، وفي نفس الوقت أنت مطالب أن أنت تكسب كل مبارياتك، أو النادي الأهلي دائما ما يسعى أن هو يكسب كل مبارياته، كل مبارياته، لكن أن أنت تكسب أو لا قدر الله تخسر أو تتعادل دي حاجة بتاعت ربنا مش بتاعتنا، لكن كل لعيبة النادي الأهلي بتبذل أقصى مجهود علشان تكسب المباريات. فعشان كده انا بقول لحضراتكم النغمه اللي ماشيه في الاتجاه ده، انا قلت لكم كام نغمه كده كانت بتتقال خلال الفتره اللي فاتت، وقلت لكم ان احنا هنا دايما هنلقي الضوء على مثل هذه الامور، هنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، لانه الناس مش عايزه تبقى لعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، انا اسف، يبقى سعيد وفرحان، عايزين يحطوهم دايما تحت ضغط. بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا بيعملوا كده، بيبقوا عايزين يحطوا جمهور النادي الاهلي تحت ضغط، اصل ده دوري اي كلام. حضراتكم سمعتوا الكلام ده ولا ما سمعتوهوش؟ خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا ما بيتقالش غير كده، ما بيتقالش غير كده، ما بيتقالش غير
يا جماعه ده دوري كذا، ده دوري ضعيف، ده دوري كل ده عشان الاهلي كسب 8 ماتشات. يا جماعه ما احنا في سنه من السنين كسبنا 18 مباراه، 2006 اعتقد 18 مباراه زيك زي ليفربول، وتعادلت ماتش وبعدين رجعت تكسب تاني كل الماتشات، لان كان عندك فريق قوي، فريق يستطيع في الوقت ده ان هو يكسب كل الفرق. انت الفرق اللي طبعا اقل منك، طبعا اقل منك، انا بتكلم على الفتره السابقه. دلوقتي احنا لسه الدوري فيه 20 مباراه جايه او 24 مباراه كمان جايين، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيهم، مش عارفين الاصابات هتروح لفين، مش عارفين ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الواقعيه. لكن النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاربع، هيسعى انا ده متاكد منه الجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين ال11 اللي هيبداوا والثلاثه اللي هيتغيروا او السبعه اللي هيكونوا قاعدين على دكه البدلاء، كلهم هيسعوا ان هم يكسبوا. يكسب او ما يكسبش دي بتاعت ربنا، ولكن الكل سيسعى ان هو يكسب هذه المباراه عشان يبقى تبقى المباراه التاسعه ونصل للنقطه 27 وربنا يكرمنا بيها ونروح لمباراه مصر نصل للنقطه 30 ان شاء الله. ليه لا؟ هو ده تفكير لعيبه النادي الاهلي، هو ده تفكير الجهاز الفني للنادي الاهلي، ان هم هيسعوا بكل الطرق المشروعه ان احنا نقدر نكسب الثلاث نقاط. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني. فكل الكلام اللي بيتقال، انا بقولكم الجدول اهو، ليفربول عنده دلوقتي 55 نقطه من 19 مباراه، 55 نقطه من 19 مباراه في المركز الاول. المركز الثاني ليستر سيتي 42 نقطه من 20 مباراه، الفارق حاليا هو 13 نقطه، 13 نقطة. لو ليفربول كسب المباراة المؤجلة ليه امام ويست هام يبقى وصل لنقطة 58، سيصبح الفارق ما بين ليفربول واقرب منافسيه 16 نقطة. مش هينفع نقول ان الدوري الانجليزي ضعيف، يعني ما صعب. انا بالنسبة لي الدوري الانجليزي واحد من اقوى الدوريات في العالم ان لم يكن اقواه. يعني انت لما تيجي تتفرج المركز ال 18 وال 19 وال 20 استون فيلا وواتفورد ونوريتش سيتي، دول الثلاث فرق اللي في المركز الاخير لو بيلعبوا بعض، لو استون فيلا بيلعب واتفورد هتقعد تتفرج على المباراه، هتقعد تستمتع بالمباراه. لما تلاقي واتفورد بيلعب ليفربول بتلاقي مباراه صعبه جدا على ليفربول. لما بتلاقي برايتون بيلعب توتنهام بتلاقي مباراه صعبه جدا، فبتقعد تتفرج على المباراة. أي مباراة أنا بحط عيني كده وبقول لحضراتكم أي أسماء. نفس الكلام النهاردة لما تيجي تقعد تتفرج على يعني أنا اتفرجت على مباراة إنبي وحرس الحدود، مباراة حلوة جدا اللي اتفرج عليها. النهاردة لو اتفرجت على مباراة الجيش وأسوان فيها نص ساعة من الشوط، ربع ساعة الشوط الأول ونص ساعة الشوط الثاني، حاجة حلوة جدا وانت قاعد بتتفرج. المدرب هنا بيعمل تكتيك، مجدي كابتن طارق يحيى وكابتن مجدي عبد العاطي الاثنين بيعملوا تكتيك عشان يحاول ده يكسب ويكسب الجيش 1-0، وبعدين اسوان يرجع يحاول ان هو يتعادل ويتعادل، وبعدين كابتن مجدي عبد العاطي يطلع بعد المباراه يقول ان هو استقال وان هو مش قادر يكمل. في اثاره في المباريات، بس يمكن البعض لا ما بيتفرجش على بقيه مباريات الدوري. في مباريات في الدوري حلوه، في الدوري المصري تقعد تتفرج عليها. الاهلي لما كان بيلعب حرس الحدود مباراه صعبه جدا، النادي الاهلي كسب، عمرو السوليه شاط شوطه جت في رجل حد وغيرت اتجاه حرس الحدود بيلعب كابتن طارق العشري المدير الفني في ساعتها قال كده، قال لك يا جماعه انا بلعب النادي الاهلي فلازم اقفل بشكل كويس واطلع على الهجمه المرتده. اهو الجون سمير جابه لنا على طول، الكره جت ده كان في الدقيقه كام ده لو حد يفكرني؟ كان في الدقيقه حاجه و80، في الدقيقة 80 مثلا، وكان ممكن جدا تطلع المباراة دي في النهاية الأهلي متعادل مع حرس الحدود أو الحرس الحدود متعادل مع الأهلي. مباريات حلوة، مباريات تقدر تتفرج عليها، مباريات تقدر تستمتع بيها. لما تشوف مباراة الأهلي ودجلة، خليني أتكلم عن الحاجة اللي تخصني، الأهلي والإسماعيلي مباراة حلوة، الأهلي ودجلة مباراة حلوة، وكلها مباريات كل الفرق بتستمتع بيها.
فأي حد يجي يقول لحضرتك إن الدوري العام المصري دوري ضعيف، أنا بعمل كده على فكرة، بقول له ماشي أوكي هو دوري ضعيف ماشي، وبسكت، لأنه اللي بيقول كده أنا عارف هو عايز يوصل لإيه معايا أو مع الأهلوية تحديدا. هو طبعا لا يشجع النادي الأهلي، اللي بيجي يقول لك كده هو لا يشجع النادي الأهلي، فبيجي يقول لك إيه، عايز يحبطك، عايز يخليك تبقى محبط وأنت بتتكلم يعني، أو مكسوف وأنت لا، النادي الأهلي عنده مجلس إدارة وعنده لجنة تخطيط خططوا كويس في أول الموسم، جابوا مجموعة جيدة من اللاعبين، مش أول الموسم كمان، ده بداية من شهر يناير 2019، وأنا دايما بتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، ابتدى تكوين فريق جديد مع بقية اللاعبين اللي كانوا دايما موجودين ودايما متألقين مع النادي الأهلي، مجموعة كبيرة جبناها في شهر يناير 2019، وبعد كده بداية الصيف ده جبنا مجموعة لاعبين، وبعد كده إن شاء الله في فترة الانتقالات الشتوية دي من حقك احنا كنادي اهلي من حقنا نستبدل 2 لاعبين، جبنا محمود كهربا، هل سيكون هناك صفقه اخرى ولا لا؟ ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان في صفقه تانية، لكن زي ما انتم عارفين الكابتن سيد ممكن يقول حاجه عشان يودينا في حته تانية واحنا معاكم يعني، فمحدش عارف، لكن الصفقه اللي اعلن عنها رسميا هي صفقه وجود محمود كهربا. هو النادي الاهلي بيعمل كده ليه؟ النادي الاهلي بيعمل كده عشان هو عارف ان هو داخل على ضغط مباريات صعب جدا خلال الفتره اللي احنا فيها، بعد كده النادي الاهلي بينظر الى البطوله الافريقيه. كل اللي جمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فرقته وعايز ياخد يرجع البطوله الافريقيه مره اخرى لعرين النادي الاهلي، لدولاب النادي الاهلي. وده اللي احنا بنتمناه، وده اللي مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط ومدير الكوره مع طبعا الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره كلهم كان كل تفكيرهم كده، كل الاتجاه كان رايح لان احنا نعمل كده او ان هم يعملوا كده. جابوا افضل لعيبه، جابوا احسن جهاز فني، جابوا احسن مدير كوره، جابوا عملوا مجموعه متكامله متناسقه من ال الكرو او الطاقم اللي يقدر يعمل فريق كويس. فاكرين حضراتكم لما ريني فايلر جه في اول السنه ناس كتيره جدا كانت معترضه على ريني فايلر، وانا دايما بقول هذا الكلام، ناس كتيره كانت معترضه على ريني فايلر، ولكن ايه اللي حصل؟ جمهور الاهلي الواعي عرف قد ايه ان في الوقت تحديدا لما كان فيه، وطبعا كانت حملات ممنهجه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وزي ما انتم عارفين ولانها وضحت بعد كده في ان اتقال لك اصله هو كان جاي لنا وما جالناش والكلام اللي حضراتكم سمعتوه ده، فاتقال ايه اصله ده، فابتدت الحملات تطلع، ولكن جمهور الاهلي الواعي قال خلينا نتفرج الاول ونشوف. واحنا دايما كنا بنقول لحضراتكم كده هنا، البشاير تبدو جيده، لو تفتكروا البشاير تبدو جيده، الحمد لله عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين، عندنا هو لقطة حسام عاشور امبارح مع سعد سمير، سعد سمير أنا هتكلم عنه لوحده دلوقتي، لكن لقطة حسام عاشور امبارح مع سعد سمير تعرفك قيمة النادي الأهلي. للي ما يعرفش، أنا عارف إن كل جمهور النادي الأهلي عارف هذا الكلام، ولكن قيمة النادي الأهلي في الصورة دي لو عندك يا سمير حطها لنا. قيمة النادي أهو، بص حضرتك كابتن النادي الاهلي سعد سمير طالع من الاصابه بقاله يا عيني فتره طويله، رجع قعد كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور قعد على الارض وهو اللي بيحط له التلج. قيمه كبيره جدا، قيمه احترافيه، قيمه احترام، قيمه كل حاجه حلوه. ومحمود متولي بيلبسه الجاكيت بتاعه، عرفتوا ليه عمرو السولية بيشوط الكوره بتخبط في حد وبتخش جون؟ عرفتوا ليه ان لما حد يقول لك ان النادي الاهلي محظوظ قول له احنا محظوظين، ولكن احنا محظوظين ان احنا عندنا لعيبه زي دول، عندنا لعيبه نواياهم صافيه، عندنا لعيبه وعندنا جمهور يهد الدنيا ويهز الحجر. وعرفتوا يعني ايه معنى روح الفانيلا الحمراء؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده انا مش بكلمه لجمهور الاهلي، انا بكلمه للناس اللي بتتفرج من اللي ما بتشجعش النادي الاهلي. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وما بنقول روح الفانيلا الحمراء او بنقول عائله الاهلي، احنا بنقول عائله الاهلي عشان كده.
كابتن النادي الاهلي قاعد على الارض وبيحط تلج اللاعب في نجم من نجوم الفريق. انا الحقيقه اللقطه دي امبارح بالنسبه لي كانت لقطه رائعه رائعه بالنسبه لي اللقطه دي، يعني بجد، ومش بالنسبه انا لوحدي، كل الناس اللي كانت بتكلمني كانت بتقول لي يا كابتن اسلام ايه الاحترام والادب والاخلاق ده؟ وبعدين ايه دي لقطه عفويه، لقطه عفويه. عرفتوا السحر فين طيب؟ عرفتوا السحر فين كده ولا ما عرفتوش؟ عرفتوا السحر اللي جوه النادي الاهلي فين؟ اهو هو ده، هو ده السحر اللي جوه النادي الاهلي، ان انت عندك مدير فني بيضع تكتيك يقدر يلعب بيه ويقدر يكسب بيه المباريات، عندك لعيبه بتخاف على بعض، عندك كابتن فريق محترم، عندك مدير كره بيخلص كل الاداريات وبيخلص كل الامور وبيخلص كل المشاكل، وبالتالي هو ده السحر اللي احنا بنتكلم عنه دايما. أو اللي الناس بتتكلم عنه، هو ده سحر النادي الأهلي. الحاجات اللي أنا بقولها لحضراتكم ده قبل كل ده وده، عندك جمهور دايما في ظهرك، دايما واقف في ظهرك، دايما واقف في ظهرك، دايما بيساندك في أي حاجة، في الحلوة أو في المرة بيساندك. أهو قال لك اصل ده سيد عبد الحفيظ اتخانق ومسكوا في بعض هو وفايلر من شهرين ثلاثه كده او من شهر حاجه كده يعني، ومره يقول لك اصل احمد فتحي مش عارف ومين، ومره ثانيه يقول لك اصل فلان وفلان. كلام من اللي حضراتكم بتسمعوه وكلام من اللي احنا بنقوله، لانه في النهايه هو ده السحر اللي احنا بنتكلم عنه او اللي الناس بتتكلم عنه. مش عارفين يوصلوا للسحر ده فبيعملوا هم سحرهم بقى، لكن هم مش عارفين يوصلوا لده، محدش يعرف يوصل للكلام ده، محدش يعرف يوصل ان انا اسيب المدير الفني يحط التشكيل اللي هو عايزه، ان انا اسيب المدير الفني يغير التغييرات اللي هو عايزها. محدش بيكلم المدير الفني يقول له يا فايلر غير، طلع اسلام ونزل بركات مثلا. محدش بيضغط على المدير الفني، كل اللي مطلوب منك انت تشوف شغلك في الملعب. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره مطلوب منه ان هو يخلص كل الامور الاداريه، يخلص كل المشاكل الخاصه بالفريق خارج الملعب. ساعات بيحط الضغط على نفسه شويه، واجبه ودوره ان هو يعمل كده. هي دي كره القدم، هو ده السحر كره القدم. بالمناسبه النادي الاهلي فيه سحر زي ما حضراتكم شايفين، ليفربول واضح ان هو فيه سحر برضه. ليفربول واضح ان هو في سحر، انا ما بقعدش معاهم عشان اقول لكم ايه اللي بيحصل، لكن اكيد بيحصل كده. اللعيبه بتخاف على بعض، لان كره القدم في العالم كله هي واحده، او سحر كره القدم في العالم كله واحد، الالتزام والانضباط والاخلاق جوه الملعب، الالتزام والانضباط في تمرينك، الالتزام والانضباط في حياتك خارج الملعب، هو ده سحر كره القدم. اي بقى هجس تاني بيتقال او اي حاجه تانيه بتتقال فيما يخص امور البعيده عن الكلام اللي انا بقوله ده، هي دي حاجات بعيده عننا احنا ما نعرفهاش. احنا كل تركيزنا دايما بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده دايما. ومانويل جوزيه ربنا يديله الصحه، مانويل جوزيه كان دايما بعد ما بطلنا فبقيت اقعد معاه كتير واكلمه في التليفون كتير، افهم منه ايه اللي بيحصل يعني على سبيل الخبره. فمرة قلت له يا مستر مانويل أنا عايز أعرف، هو أنت ليه كنت بتجيبنا تقعدنا دايما نص ساعة؟ يعني التمرين كان بيبدأ 9:30، الساعة 9 لازم كله يبقى موجود في الملعب، بنبقى قاعدين على الدكة كده، بنبقى كلنا قاعدين على الدكة كده، بيحصل إيه؟ يقول لك يا جماعة، قال لي اسلام انا كنت بعمل كده عشان ازيد التقارب ما بين اللاعبين. كان هو دايما تلاقيه ايه بيهزر مع ابو تريكه ويهزر مع بركات ويهزر مع احمد السيد ويهزر مع شادي، عايز يسخن وائل جمعه شويه ياخد شادي في ايده ويتمشى بيه، ياخد احمد السيد ويتمشى بيه، عايز يسخن اسلام شويه ياخد بركات في ايديه ويمشي بيه، ياخد فلان الفلاني ويمشي بيه. هي دي، قال لك انا كنت دايما بعمل التقارب ده من خلال النص ساعه الاولانيه دي، كانت اهم بالنسبه لي من التمرين. فالحقيقه حاجات كتيره جدا 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 فيها سحر كره القدم. طيب
خلينا نكمل كلامنا، ولكن خلينا نروح واحد ايضا من المديرين الفنيين الواعدين خلال هذه الفتره، كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا. هو عنده غالبا مباراه بكره، بكره ان شاء الله مباراه مع نادي مصر. نتمنى طبعا التوفيق للفريقين، ولكن الكابتن ايمن المزين واحد من افضل المديرين الفنيين الحقيقه خلال هذه الفتره، دايما بيعمل شغل كويس مع الفرق اللي بيكون موجود معاها. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ حبيبي كابتن سامي، كنت حضرتك طيب. الله يخليك، وحضرتك طيب يا كابتن ايمن. سعداء جدا والحقيقه، سعداء بمستوى نادي طنطا خلال او منذ صعوده الحقيقه. معظم مباريات طنطا وانت قاعد بتتفرج بتبقى مبسوط. ربنا يخليك كابتن، شرف لينا وسمع لحضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله والله. ربنا يخليك يا كابتن ايمن. كابتن ايمن، في مقوله خلال هذا الاسبوع بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدوري المصري دوري ضعيف، ايه رايك في هذه المقوله؟ لا والله ابدا، الدوري قوي جدا، مستوياته قليله جدا جدا، وهيبان الفتره الجايه لو الدوري استمر ومفيش تاجيلات كتير هيبان الفرق في المستوى مع الاستمراريه. فرق كتير كويسه، ما عادش في فوارق كبيره ما بين الفرق. توقعي السنه دي المنافسه على الهبوط هتبقى على شفاها، وما بين فرق كتير، وممكن المنافسه في القمه هي اللي تتحسن بدري شويه، لكن لا الدوري هيبقى صعب جدا السنه دي. كابتن ايمن، طيب من الدوري حضرتك بتقول ان هو دوري قوي وخلال الفتره اللي جايه هيحصل فيه حاجات تانية، لكن برضو عايزين نعرف ايه اللي يخليك تقول ان الدوري قوي؟ يعني ايه الاثباتات او ايه الشواهد اللي تخليك تقول ان الدوري المصري هو دوري قوي؟ والله يا كابتن، اداء الفرق، المستويات اللي موجوده، ما فيش حدش فيه فرق كبيره ما بين الفرق وبعضها النهارده. الفرق اللي لسه صاعده منافس قوي للفرق اللي بقالها سنين وصرف ملايين، المنافسه بينهم شديده جدا وقريبه جدا. النهارده عدد فرق بنقط، النهارده مفيش فرق بنقط كبير زي الاول. فتره زي دي كنت ممكن تلاقي فرق 15 و20 بنقط ما بين الخامس والفرق اللي تحت. النهارده لا، مفيش الكلام ده. يمكن انا مثلا في المركز ال 12 ما بيني وما بين اللي فوقيها بنط، ثلاث فرق اللي فوقيهم بنطين، فالعمليه قريبه. فالمستويات مع استمرار المسابقه، لا المسابقه هتشد اكتر من كده، بس هي ناقصه حاجه واحده بس. اتفضل. الجمهور، لو الجمهور رجع للملاعب هتبقى حاجه مختلفه. يمكن امبارح كان مباراه الاسماعيلي والاتحاد في الكره العربيه كانت مباراه رائعه الصراحه. مباراه رائعه، والاجواء كانت الجمهور حاجه تفرق. صح. لا بالفعل، امبارح مباراه الاسماعيلي والاتحاد واستاد اسكندريه كله مليان. الاسماعيلي في البطوله العربيه طبعا، الاسماعيلي كسب 1-0، الاسماعيلي كسب 1-0، ولكن الاجواء كلها كانت رائعه امبارح في استاد اسكندريه. الفريقين حريصين على الفوز، اداء هايل، جمهور حاجه محترمه جدا وشكل جميل جدا، سواء جمهور الاسماعيلي او جمهور الاتحاد. لا يا ريت الملاعب فعلا يرجع للجمهور زي الاهلي تاني، ما دام قادرين ان احنا نامن حاجه زي كده لازم ندخل جماهير، لازم صراحه. ناقص الملاعب، ناقص الجمهور. ان شاء الله خلال الفتره القادمه يكون الجمهور متواجد. طمنا بقى على طنطا وطمن جمهور طنطا، ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه؟ والله يا كابتن الحمد لله، يعني احنا راضيين على الاداء الفتره اللي فاتت، لكن طبعا النتائج مش زي ما كنا حاسينها او متوقعينها. كنا نتمنى النتائج تبقى افضل من كده شويه. سوء توفيق بلازمنا الفتره الاخيره، بس بنقول الحمد لله الاداء كويس، ان شاء الله الفرقه تضاهي بيها يوم عن يوم. عندنا مباراه بكره ان شاء الله مع اف سي مصر، منافس مباشر لينا، نتمنى ان ربنا يكرمنا ونحقق فيها الفوز. هتفرق معانا كتير جدا جدا في الفتره اللي جايه، خاصه ان انا داخل على مباراتين بعد كده صعبين قوي، مباراه نادي الزمالك ونادي الاهلي. ف يعني دول من انديه القمه، فالمباراه مش هتبقى سهله بالنسبه لنا، فنتمنى ان احنا نحقق فوز بكره يريحنا باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، زي ما قلت لحضراتكم واحد من المديرين الفنيين العايدين. كابتن ايمن نتمنى له كل التوفيق زي ما بنتمنى لكل الفرق التوفيق خلال الفتره القادمه. كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده، وهنتكلم اكتر تفصيلا عنه مع ضيوفنا، ولكن خلينا بس نروح لاول تقرير معانا. الكاف يشيد بفوز النادي الاهلي على بلاتينيوم في دوري الابطال. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.
سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الضوء على الفوز الثمين الذي حققه النادي الاهلي على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين من دون مقابل في المباراة التي جمعتها مساء امس بملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا. رفع الاهلي رصيده بقيادة المدرب السويسري ريني فايلر الى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بفارق الاهداف. أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بأداء ولي سليمان الذي سجل هدفي الأهلي في مباراة بلاتينيوم بوقع هدف في كل شوط قائلا: وليد سليمان الذي يزداد تألقا كلما زاد سنه كان نجم المباراة ليقود شياطين الحمر لفوزهم الثاني تواليا في هذه المرحلة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 8 براسية من عرضية علي معلول من الجبهة اليسرى ليبدأ مشوار فريقه نحو الفوز قبل أن يعزز غلة الأهلي من الأهداف من ركلة جزاء. أوضح الكاف أن الأهلي كان الطرف الأفضل أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في أول مواجهة تاريخية تجمع الفريقين على هذا المستوى، موضحا أن الفريق الأحمر هيمن على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة أمام بطلي زيمبابوي والذي عانى طويلا. تابع: مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو أهدر عددا كبيرا من الفرص لتعزيز تقدم فريقه، أكبر هذه الفرص أتى قبل دقيقتين من النهاية حينما مرر معلول الكرة له لكنه سدد فوق العارضة. يرى الكاف أن نتيجة المباراة تركت المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث التحق الأهلي بالهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في رصيد 6 نقاط بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بلا نقاط بعد 3 مباريات. طيب طبعا ده كان شهادة الكاف بالنادي الاهلي وفوزه في مباراة امس امام بلاتينيوم، وهنتكلم اكتر فنيا عن هذا الموضوع. الحقيقة في مباراة امبارح والنهاردة رسالة لكل من يحاول ان يزرع الفتن ما بين اللاعبين، رسالة لكل من يحاول ان يزرع الفتن ما بين اللاعبين. النهاردة انا الحقيقة صحيت الصبح، انا بصحى بدري، صحيت الصبح فبفتح التويتر لقيت كل الناس كاتبه على موضوع سعد سمير ان هو يعني جاله قطع في وتر اكيلس هيحتاج لي 8 شهور زي ما اعلن الموقع الرسمي للنادي الاهلي خلال النهارده الصبح. الحقيقه بعد كده لقيت كل الاصدقاء سعد سمير كلهم الحقيقه كاتبين على تويتر وبيكلموه وبيبعتوا له كل لعيبه النادي الاهلي، وايضا لفت نظري محمد عواد لاعب نادي الزمالك، لفت نظري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، لفت نظري ايضا محمود علاء لاعب نادي الزمالك. ودي رساله الحقيقه لكل من يريد ان يزرع الفتن ما بين الاهلي والزمالك، رساله الى كل من يريد ان يهدم القيم والاخلاق والمبادئ اللي موجوده ما بين اللاعبين. زي ما حضراتكم شفتوا ممكن يكون التنافس في الملعب تنافس قوي جدا جدا جدا، ودي فرصه. طبعا كنا نتمنى ان سعد، لكن دي حاجه بتاعت ربنا، يعني الاصابه دي حاجه بتاعت ربنا. انا متاكد ان سعد سمير هيرجع افضل من الاول واحسن من الاول ان شاء الله، لان واحد من الناس اللي عندها القدره على ان هو يغيب زي ما غاب 6 7 شهور الفتره اللي فاتت، رجع واحد من افضل اللاعبين في المباراتين 3 اللي لعبهم. هو ده سعد سمير، هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي. ولكن الموقف ده الحقيقة خلاني أبقى سعيد جدا، لأنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك حرص من البعض على زرع الفتن ما بين الجماهير وما بين اللاعبين، خصوصا الأهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين. ولكن إن أنا ألاقي محمود علاء بيتمنى كل الشفاء والشفاء العاجل لزميله وصديقه سعد سمير، ان انا الاقي مصطفى محمد وطبعا الثلاثه او كمان محمد عواد الثلاثه نجوم نادي الزمالك ان هم يتمنوا، دول اللي انا شفتهم، انا ما اعرفش مين تاني كتب الحقيقه، ولكن ده اللي انا شفته، عواد ومصطفى محمد ومحمود علاء. ف جوه الملعب تنافس واللي انت عايز تقوله قوله، ولكن بره الملعب تبقى الاخلاق وتبقى القيم والمبادئ هي اهم شيء، وهو ده المهم، وهو ده اللي احنا دايما بنسعى له، وهو ده اللي دايما بنتعلمه داخل النادي الاهلي. سعد سمير كابتن من كباتن النادي الاهلي، سعد سمير واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان، نتمنى له يا رب العوده وان يكون افضل كمان من الفتره السابقه، وده انا متاكد منه ان شاء الله
معرفش هل تم تحديد مدة الإصابة؟ يعني قولوا لي برضو يا جماعة علشان ما نبقاش بنقول معلومة غلط. إن شاء الله يرجع بعد الإصابة ويبقى أفضل وأفضل وأفضل كمان من الأول. خلينا نروح نشوف تقرير عن صخر الدفاع النادي الأهلي سعد سمير، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. لا يوجد أقسى من الإصابة التي يتعرض لها لاعب كرة قدم وتبعده عن المستطيل الأخضر، فما بالك أن يكون هذا اللاعب عائد من إصابة طويلة حرمته من المشاركة لفترة كبيرة تذوق خلالها طعم الألم الجسدي، لكنه تحمل من أجل العودة لمعشوقته. لكن سوء حظه الغريب، بمجرد أن بدأ يتحسن تعرض لإصابة أخرى قد تبعده لفترة ليست بالقليلة عن العشب الأخضر. هذا هو حال سعد سمير مدافع الأهلي الصلد الذي انتهى موسمه الكروي قبل أن يبدأ، بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال لقاء المارد الأحمر مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة. سعد غاب عن صفوف المارد الأحمر مدة تقترب من 9 أشهر بعد إصابته في لقاء صن داونز الجنوب إفريقي، لكن القدر كان يخبئ أخبارا غير سارة للاعب في لقاء بلاتينيوم، وبالتحديد بعد مرور 12 دقيقة خرج صاحب 30 عاما متأثرا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها قطع في وتر إكيليس. خاض سعد مبارتين فقط هذا الموسم ببطولة الدوري، الأولى أمام الإسماعيلي شارك لمدة 25 دقيقة فقط، أما الثانية فكانت أمام الاتحاد السكندري وشارك في المباراة كاملة. كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر قرر في 5 ديسمبر الجاري قيد سعد سمير في القائمة الإفريقية لدعم خطوطه الدفاعية في البطولة قبل 24 ساعة من مواجهة الهلال السوداني، والتي كانت في الجولة الثانية من دور المجموعات. إذا كانت الإصابة قاسية على سعد سمير، فإن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للجهاز الفني الذي كان يعول كثيرا على مدافعه خلال الفترة المقبلة. لكن تبقى مساندة لاعب بحجم وقيمة سعد سمير هي الأمر الأهم بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وكذلك الجماهير، التي لن تتوقف عن مؤازرة لاعب لطالما دافع عن ألوان القميص الأحمر في شتى البطولات، وكعادة نجوم الكرة الذين تظهر معادنهم الحقيقية وقت الشدة. سارع لاعب الأهلي وبقية الأندية الأخرى من أجل مساندة زميل الملاعب والصديق المبتسم سعد سمير، سواء بالاتصال هاتفيا أو بالتمنيات بالشفاء عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدين أنه ابتلاء من الله ومحنة، لكن سعد سيعود أقوى وأفضل مثل ما عودنا دائما. دلوقتي عشان اشوف مين لقيت شيكابالا برضو كاتب لسعد سمير حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا، ان تكون هذه هي الحب ما بين اللاعبين، علشان الحاجات دي خدوا بال حضراتكم بالمناسبة الحاجات دي بتقلل جدا جدا من الفتن اللي حضراتكم بتشوفوها وبتسمعوها، وبنسمع ده بيقول على ده ايه وده بيتكلم على زي ما حضراتكم سامعين وزي ما حضراتكم عارفين. لكن في النهاية تبقى القيم والمبادئ والأخلاق شيء ضروري جدا جدا في كل لاعبي كرة القدم، خصوصا في مثل هذه الأمور. واحد مصاب يجب على الكل أن يتكاتف، لأنه بالفعل بيبقى محتاج كل كلمة. هيقرأ سعد هيقرأ الكلام ده، من وجهة نظري أن حالته النفسية هترتفع جدا جدا جدا، وده سيساعد في علاجه إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. نتمنى له يا رب كل الشفاء، ويا رب يرجع أفضل كمان من الأول. ودائما أولاد النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي إن شاء الله يرجعوا أفضل من الأول، وكل الناس اللي تعبانة ترجع أفضل من الأول. آخر حاجة بس عايز أتكلم فيها مع حضراتكم تصريحات ريني فايلر بعد المؤتمر الصحفي، لما قالوا له عندك مشكلة كبيرة مستر ريني، اتسأل سؤال عندك مشكلة كبيرة جدا الفترة القادمة، سعد اتصاب وأجاييه اتصاب ومن قبله رمضان صبحي ومن قبله
محمد محمود ومن قبله او بعد كده حمدي فتحي. عندك خمس لاعبين او اربع لاعبين من القوام الرئيسي. الحقيقه الراجل رد بمنتهى الاحترافيه، قال لك يا جماعه انا عندي 30 لاعب، ال 30 لاعب اي واحد فيهم انا بحاول احفظهم ال 30 لاعب كل تفكيري وكل طرق اللعب اللي انا بحاول العب بيها الفتره اللي فاتت، واي واحد فيهم هيلعب هيبقى متواجد وهيؤدي وهيؤدي بشكل كويس جدا. وزي ما حضراتكم شفتوا في المباراه السابقه كلام مهم جدا اتقال من خلال الملعب، كلام مهم جدا اتقال من خلال الملعب، ان النادي الاهلي يحصل له اصابتين وبعد الاصابتين دول في ربع ساعه او في اول ربع ساعه وبعد اول ربع ساعه يرجع يبقى كويس جدا، طبعا بمسانده الجمهور لما رجع وتبقى الامور كانت افضل بكتير جدا بمسانده الجمهور، ولكن جوه الملعب الامور مختلفه تماما، الامور بتبقى صعبه جدا جدا جدا، ولكن دروس كثيره جدا بنتعلمها من ملعب كره القدم. ان انت كسبان فرقه متوسطه، مش خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه ومنتهى الواقعيه، فرقه متوسطه كسبان 1-0، ولكن في النهايه اصابتين يكسروا ظهر اي حد، يكسروا ظهر اي حد سواء سعد سمير او اجاي، ولكن الراجل فكر وقرر ان هو ينزل رامي، وبعد كده قرر ان هو ينزل محمود متولي عشان الفتره القادمه في التغيير الثالث. اجاي لما طلع نزل مكانه نجم كبير زي حسين الشحات، اي حد كان من اللي قاعدين بره هينزل هيؤدي وهيؤدي ما هو مطلوب منه، هو ده اللي دايما بنشوفه في الفريق، في فريق النادي الاهلي خلال هذه الفتره. ان ريني فايلر بيقول دايما ان هو ما عندوش مشكله، ولكن ضغط المباريات الفتره القادمه هيبقى صعب قوي 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 لولا الروتيشن او التدوير اللي الراجل بيعمله خلال منذ ان بدا ان يكون مديرا فنيا للنادي الاهلي وحتى الان. وكانت في بعض البعض دايما كان بينتقد يقول لك ريني فايلر ما بيحافظش على المجموعه هي بيقعد يغير كل شويه، هو ده عشان هو كان عارف ان هيجي وقت شهر شهر ونص او شهرين ورا بعض كمان هتتلعب فيهم كل 3 ايام مباراه. يعني حضرتك هتلعب يوم الاربعاء يوم 1 في الشهر ويوم 5 ويوم 10 في زيمبابوي، يوم 10 هتلعب في زيمبابوي مع بلاتينيوم، هترجع تلعب بعديها مباراه باربع ايام ولا بخمس ايام، حاجه صعبه جدا. لكن تصريحات احترافيه، تصريحات مسؤوله من المدير الفني للنادي الاهلي، عجبتني جدا التصريحات دي فحبيت بس ان انا انوه عليها. طيب عموما دي كانت الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده. النهارده عندي 2 من النجوم الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش، هتكلم معاهم في النادي الاهلي بشكل عام. هنتكلم طبعا عن مباراه امبارح شويه لان احنا اتكلمنا عليها كتير امبارح الحقيقه في الاستوديو، ولكن النهارده هنتكلم في نواحي فنيه متخصصه واكتر خلال الفتره القادمه النادي الاهلي هيعمل ايه وهيتصرف ريني فايلر ازاي في الاصابات اللي موجوده عنده. هل بالفعل زي ما هو بيقول ما عندوش مشكله ولا في مشكله؟ هنتكلم في كل ما يخص النادي الاهلي خلال هذه الفتره. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. الف مبروك. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش شبات. مشرف ومنور. منورك. ازيك يا كابتن حشيش؟ الله يخليك. بس كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك الاول، قول لي وجهه نظرك في مباراه امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الاداء اللي النادي الاهلي متعود عليه من 8 مباريات في الدوري والمباريات في افريقيا، الراجل بيلعب باسلوب معين، اي لعيب بيلعب بيخش في المنظومه بتاعت بالظبط كده، الراجل المايسترو اللي بيعزف معزوفه. نفس القصه بالنسبه للمدير الفني، الاداء الفني والتكتيك اللي هو بيشتغل بيه سواء اطراف سواء اختراقات من العمق سواء كل الحاجات اللي كلنا يعني اتكلمنا فيها قبل كده،
لكن هو بيضيف حاجات تانية. بتبص تلاقيه الاثنين قلبي راسيه اللي في وسط الملعب سولاي وديانج بيخليهم مش متاخرين قدام السردباكين بتوعك. بيخليهم يضغطوا من قدام، يبقى قدام يعني تحت راس الحربه، فبيدي ما بيديش اي تنفس للفريق اللي قدامك ان هو يبتدي يعمل هجمه منظمه. ايوه، الى جانب استغلال الاطراف سواء باكين او الاثنين اللي على الطرف، سواء رمضان صبحي او حسين الشحات او احمد الشيخ او اجايه لما بيلعب في الحته ديت مع مروان او ازارو او اجايه برضو لما بيلعب راس حربه، الراجل ده بيعمل عمليه ضغط مكثف من كل الزوايا ومن كل والاضافه كمان اللي اضافها للنادي الاهلي، بتلاقي عمرو السولية او ديانج بتبص تلاقي الكرات اللي هي بالعرض بتلاقيه جوه السكس يارد. دي كلها اضافات الى جانب الجهد اللي هم بيبذلوه بعد ما كان بيبقى جوه السكس يارد، بتبص تلاقيه بمجرد الهجمه ما خلصت بيبقى مرتد في وسط الملعب واقف قدام السردباكين، قدام ايمن وقدام رامي ربيعه، ولو في حاجات من الاطراف سواء معلول او فتحي او هاني بتبص تلاقيه برضو عاملين عمليه التغطيه. بالنسبه لامبارح المباراه كان فيها ما بين صعود وهبوط. يمكن الفريق اللي كان بيلعبوا امبارح بلاتينيوم الحقيقه كانوا الولاد جايين واخدين يعني جرعه حماس ومكر، يعني تبص تلاقي اي كتف صغير تلاقيه يروح مرمي، وبعدين العنف اللي كانوا بيلعبوا بيه، الى جانب برضو ما كانش فيه حمايه كافيه من حكم المباراه، ويمكن برضو حتى الاثنين لاين مان في كرات ما كانتش تسلل وترفع عليها اكتر من مره. لكن الشوط الاولاني في نوع من الحذر شويه من فريق البلاتينيوم وكان بيلعب على المرتده، انت برضو في حاجات انت كان بيبقى فيها نوع من انواع البطء شويه، احيانا بيبقى برضو في فرديه شويه. ايوه، وخاصه يعني الجنب الشمال حسين كان احيانا بيبقى يعني الكرات فرديه شويه بالنسبه للتفكير، انما الشوط الثاني الفرص زادت. كان الشوط الاولاني كان فيه فرصتين، الشوط الثاني اعتقد يمكن 5 فرص انفراد كامل كانت ممكن تزود الحصيله. جمهور النادي الاهلي، ودي من الحاجات اللي انا يعني احب ان انا اتكلم فيها، جمهور النادي بعد فضل ربنا هو النادي الاهلي، بيليه بعد كده بقى الاداره واللاعبين، لان اي نادي من غير جمهور ولا قيمه له طبعا، ملوش قيمه. ده وضحت حتى في دقيقه 64 امبارح. فشوف حضرتك جمهور النادي الاهلي بعد فضل ربنا، فضل ربنا الاول ثم جمهور النادي الاهلي على مدى تاريخه، وما فيش في جمهور النادي الاهلي حي حد جواه مش كويس طبعا، كلهم كويسين طبعا. واللي حصل امبارح احنا لا كابتن بعد اذنك يعني خلينا نتكلم في الامور الفنيه. طيب تمام تمام، ما دي برضه فنيه، ان هو برضه ان هو ايه، ما انها فنيه ليه بقى؟ لانه انت قلت امبارح الجمهور لما ابتدى يرجع الناحيه الفنيه حصل فيها ايه؟ ابتدى اللعيبه ابتدى ادائها الفني يبقى في حماس، يبقى في تنفيذ واجبات، يبقى في خطوره. ما ده اللي انا اقصده، الجمهور لما رجع ايه اللي حصل؟ ما ده الجانب الفني بقى، ابتدى الجمهور يرجع، ابتدى اللعيبه حسوا ان في حاجه كانت ناقصاهم رجعت لهم تاني، ابتدى شفنا كام انفراد، ازارو، الشحات، علي معلول، يعني اكتر من لاعب ابتدى يبقى فيه انفرادات، عمرو السوليه بقى فيه كثافه هجوميه على ال 18 وداخل 6 يارده، لكن لم يعني تترجم الى اهداف. وبالتالي انا بشوف انه المباراه ديت يعني ان الجمهور كان منتظر افضل من كده، لكن وبرضه ما احبش ان انا اقول ان اللعيبه بتفكر في الماتش اللي جاي. لعيبه النادي الاهلي على مدى تاريخه بتلعب في بطوله افريقيا بتفضل شغاله في الماتش، شغاله بطوله افريقيا، خلص الماتش على طول ابتدي افكر في اللي جاي، وده على مدى تاريخ النادي الاهلي في النظام ده. يعني انا ما بفكرش في المقصه، فعشان كده ببذل جهد عادي علشان انا بفكر في المقصه. الكلام ده ما بيحصلش في تاريخ النادي. انا اللعيبه بطوله افريقيا وهي البطوله الاهم بالنسبه لنا كلنا، متعطشين ليها، نفسنا جمهور النادي الاهلي يفرح ونروح كاس عالم للانديه، وبالتالي
اللعيبه كانت بتفكر في، بس اللي حصل يا كابتن الاصابات اللي حصلت في الشوط الاولاني اصابتين ومنهم اصابه بالغه بتاعت سعد سمير، وزي ما انت برضو تفضلت وقلت ان شفت عاشور نايم على ده برضو، دي برضو امور فنيه، وشفنا بقى محمود متولي بيلبسه الجاكيت، دي الـ 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 الروح دي والاداء دي بتنعكس فنيا في الملعب، الحب ده بينعكس في الملعب، فواحد بيلبسه جاكيته وواحد قاعد تحت رجليه كابتن فرقه، طب ما ممكن الدكتور يعمل الكلام ده، ده كل الامور دي بتنعكس فنيا على على الاداء، الحب اللي بينهم بينعكس عليه. اللي انا بتمناه حسين الشحات ازاره يرجعوا لسابق مستواهم، لان ازاره من الفراوده كان هداف دوري وجه عرض خيالي بالنسبه له يعني اي حد يتمناه، ومع ذلك فضل النادي الاهلي. ازاره محتاج مننا ان احنا نقف معاه ونثق فيه ويزود هو بقى من نفسه الى جانب الجهاز الفني بيديله عمليه الثقه، الى جانب طبعا حسين برضو امنيه حياته انه كان يجي النادي الاهلي، يعني امنيه حياته انه كان بس يجي النادي بسبب يعني نادي العين وعمل تنازلات وهو لاخره، وكلنا كل جمهور النادي الاهلي عارف كده. مفروض منتظرين من حسين الاداء بتاع رمضان بقى، شوف رمضان بيعمل ايه، لاغي نفسه رمضان صبحي، لاغي نفسه بيلعب السهل الممتنع وبعدين بيفضل زميله عن نفسه، هي دي روح النادي الاهلي ودي الحاجه اللي احنا كلنا بنتمناها. انما برضو نقول ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا، جم في توقيت مناسب، والف مبروك ماتش امبارح. مباراتين يا كابتن بست نقاط والعوده مره اخرى بعد هزيمه غير مستحقه او هزيمه بفعل فاعل زي ما دايما بنقول، هزيمه بفعل فاعل في البطوله الافريقيه، اعتقد ده كان مهم جدا. طبعا يعني اهم حاجه في مباراه امبارح كانت الثلاث نقاط. أيوة. لازم يعني نعترف بدي، وخصوصا كمان بعد النتيجه بتاعت الطرفين التانيين نجم الساحلي والهلال، دي قلبت الدنيا خالص وخلت المجموعه بقت متساويه، كانك بتبدا بعد الجوله الثالثه، يعني بعد نص المشوار في المجموعه او في المجموعه انت بتبدا من الصفر تاني، كله متساوي خلاص، بلاتينيوم طبعا بره، انما الثلاثه التانيين الفرص كلها متساويه. انت عندك ماتشين بره، عندك بلاتينيوم بره الماتش اللي جاي والهلال، وفي النص هيجي لك النجم الساحلي. مباريات صعبه كلها، مفيش حاجه اسمها اصل انا بلاتينيوم كسبته هنا يبقى هروح هناك عنده اكسبه، طبعا الكره علمتنا وافريقيا والتحكيم اللي هو اذانا في المباراه الاولانيه وخلى الترتيب المجموعه كده، يعني احنا لو كان في فير في المباراه الاولانيه مع النجم الساحلي هناك من التحكيم كان ممكن النتيجه او الترتيب كان ممكن يبقى غير كده، وكان ممكن انت تبقى متصدر الجدول وكان بالنسبه لك انت قربت. دلوقتي النادي الاهلي لازم يفكر كويس قوي في المباراه اللي جايه بتاع بلاتينيوم هناك، المكسب ان شاء الله باذن الله ضروري قوي تحسبا بقى لاي طبعا مفاجآت، انما البطوله صعبه السنه دي. يعني لازم نقول ان البطوله صعبه، انت بتتكلم على مجموعه النادي الاهلي يعني صعبه ان قبل كده كنت تقول مثلا الاهلي متصدر الجدول بعد الجوله الثانيه وماشي وفي مسافه، لا دلوقتي ثلاث فرق، ثلاث فرق اقوياء عندهم تاريخ كمان في البطوله، فلازم كل مباراه يتعمل حسابها كويس قوي، داخله مع مباريات طبعا الدوري المتلاحقه اللي عملت وسببت اجهاد للناس خلال الفتره اللي فاتت، وده بان وانا كان كلامي ان هو يعني اثر على اداء الفرق الاجهاد، وشفنا الاصابات امبارح عطلت وعطلت الفرقه في بدايه المباراه، جبنا جون في بدايه المباراه، انما التغييرات برضو يعني غيرت المعطيات بتاع مجبر عليها، طبعا مجبر عليها، وده برضو خبره بيكتسبها وامتحان كان لفايلر برضو بالتغييرات اللي هي صعبه بتاع المساك والراجل اللي بيلعب ناحيه الشمال اللي هو بيعتمد عليه في التكتيك بتاعه في الناحيه الهجوميه، الاثنين حصل اصابات وغير، كان ممكن يكون هو الفكر بتاعه حاجه تانية خالص، كان ممكن شايل التغييرات، يعني كان في بره الشحات وكان في قفشه كان ممكن ينزله الشوط الثاني، واحنا عارفين ان اداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان كله
الشوط الثاني بامتياز. يعني لو الشوط الاولاني النادي الاهلي بيتحسس الفرقه اللي قدامه او في حاجه مش قادر ينفذها بتلاقيه متسيد الشوط الثاني باكمله. شفنا المباريات اللي فاتت كلها الحمد لله المكاسب في خلال 8 مباريات دوري مكسب، ومباريات اللي فاتت كلها النادي الاهلي بقى خلال الفتره اللي جايه دي عنده يعني حاجه مهمه جدا يا كابتن عادل، وهو ازاي يريح اللعيبه، ازاي يقدر يعمل التباديل توفيق التباديل عشان يقدر يعدي المرحله اللي جايه. انت عندك مباراه قادمه مع المقاصه في الدوري، كل مباراه في الدوري صحيح المكاسب بتاعه المباريات الاولانيه 8 مباريات في الاسابيع اللي فاتت دي خففت الضغط شويه عن الجهاز الفني وعن اللعيبه الى حد ما. انت ما بتبقاش بتلعب وانت مش مضغوط عشان الفرق بينك وبين المنافس نقطه، فبتبقى في ضغط بسبب ضغط على اللعيبه، انت برضو مرتاح. بس النادي الاهلي اعتقد غصب عنه لازم بيأدي. هنتكلم كابتن في كل هذه الامور، لكن كابتن عادل برضو ثلاث فرق سواء النجم الساحلي او الاهلي او الهلال، ثلاث فرق كل فرقه عندها 6 نقاط، يعني من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يحصل خلال الفرق؟ والله يا اسلام احسن نتيجه اللي حصلت امبارح هي نتيجه مفاجاه طبعا، ان الهلال يكسب مع احترام يعني في تونس طبعا، في النجم في تونس مع الجماهير، وانت عارف ملعب طبعا الملعب ده يعني مقبره للغزاة يعني. فالهلال امبارح بيتفوق على نفسه مع حماده وبيجيب جول ويطلع بيه ويحافظ على الجول ويكسب. البديل كان النجم هيبقى 9 والهلال 3 والاهلي 3 والماتش لسه ما بيتلعبش، هنبقى 6. النجم الساحلي لسه هيروح للهلال، ممكن جدا هو 9 بونت يروح للهلال، ممكن يبقى فيه نوع من التراخي لانه خلاص ضمن على الاقل مركز ثاني. فالنتيجه اللي حصلت امبارح ديت انا بشوفها انها الافضل للنادي الاهلي. مفيش شك انه المجموعه عشان انت بطل ما بتحسبهاش، ان انا لما اروح السودان الهلال ان انا هروح هناك علشان ارجع ببونت او ان هروح هناك علشان اخسر، لا انت رايح هناك علشان تاخد 3 بونت بتوعك، لان انت النادي الاهلي بتكوينه بجهازه الفني بادارته بلاعيبته عندهم الحته اللي جواهم الحته الالماس ديت اللي هي روح الفانيلا الحمراء اللي هي موجوده في كل لاعب، يعرف يعني ايه لما داخل البطوله باخد البطوله. انا النجم الساحلي جاي لي برضو، انا عندي ان شاء الله النجم الساحلي، احنا قلنا يمكن في فترات لما لعبنا النجم الساحلي احنا بتلعب ب 10 تنفار 10 افراد 10 لعيبه من اول 10 دقائق، ومع ذلك انت الافضل وانت اللي بتجيب الفرص وانت، فما بالك لما يجوا لك هنا ويبقى فيه على الاستاد او على استاد الحرس. اعتقد برضو الثلاث نقاط دول هيبقوا في غايه الاهميه، واحنا الافضل، احنا الافضل باذن الله تعالى فنيا ومن جميع النواحي وكجهاز فني. الراجل اسلام الراجل امبارح بيشتكي من التحكيم، ده الراجل الحكم كان ناقص يلعب معاهم امبارح في الماتش. فيعني يعني انا بشوف انه جريده طلع بيشتكي مع الحكم عشان وقت ضايع، الحكم طول الماتش راجل يا اما فير يا اما جاي على الهلال شويه. ف طبعا بلاتينيوم انت رايح له ان شاء الله يوم 10، هم امالهم خلاص تقريبا منتهي، هيبقى بيلعب لمجرد يعني هو هيبقى بيفكر انه يكسب الاهلي علشان يكسب او بيفكر يكسب يعني الثلاث ماتشات عشان يبقى له في الاهلي، فطبعا صعبه يعني مفيش يعني حاجه مستحيله، بس يعني صعبه جدا والله مفيش حاجه في الكوره طبعا مستحيله، بس هو 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 كفريق ما عندوش اللي يعني اللي يوصل الكوره للثلاث خشبات يعني، احنا مش مهمش فرص. المدير الفني امبارح قال لك انا الفرص بتاعتي ما زالت قائمه، ومالهم ما جراش حاجه، احنا بنحلله فنيا بقى. هو فنيا في عنف وبعدين في مكر شويه، انا اول مره اشوف جماعه الافارقه اي زقه يروح واقع، اي زقه يروح ما فيش واقع. ده مره في كره كده ناحيه اليمين الشيخ الراجل بيعدي مجرد ان ايده لمسه كده لمسه راح مصفر، هو الولد راح واقع والولد راح واقع. ده عندهم المكر بقى اكتر مننا يعني، ما احنا الفهاوه يعني بقت عندهم جامده جدا. فهم طبعا عندهم الامل، لكن فنيا ما اعتقدش ان هم الهلال رايح لهم. الاخوه السودانيين العصب والقوه ما اعتقدش ان هم
هيسمحوا، لان ده برضه الهلال عايز يكسب. ففنيا هم اقل فنيا من طبعا الثلاث فرق التانيين. بلاتينيوم هم الاقل طبعا. لكن كابتن حشيش، تفتكر بقى، ما هو ده السؤال اللي كنت انت حضرتك عايز تفتكر فايلر بيفكر ازاي في المباراه الافريقيه القادمه؟ المباراه الافريقيه بيفكر في المكسب بره وجوه. يعني مفيش ليها حسابات. انت دلوقتي انت متساوي ست نقاط، يعني ست نقاط كله. فانت مش هتستنى تقول طب اجيب مش عارف تعادل بره عشان مش عارف اكسب، مفيش كلام ده. انت بتدخل كل ماتش، ودي سمة البطل. فضلك يعني تسع نقاط، وفضلك ثلاث مباريات، يعني تسع نقاط منهم ماتشين ماتشين على ارضك وماتش بره. بالظبط. النادي الاهلي بوضعه وبتاريخه وباسمه في افريقيا، و لا ماتشين بره وماتش على ارضك، ماتشين بره وماتش على ارضك، انت يعني بتحط في دماغك ان انت لازم تكسب اي حاجه. اللي بيبص على البطوله بيكسب، وخصوصا في وضع احنا يعني بقينا فيه غصب عننا نتيجه للظلم اللي حصل لنا اول جوله. فاوريدي انت كله ستة بونت، انت في دماغك احنا بناخد كل مباراه على حده. انت طالع لبلاتينيوم، بلاتينيوم يعني ما عندوش حاجه يبكي عليها في الماتش اللي على ارضه، هيحاول على الاقل يعمل اي حاجه للشهره بالنسبه له مع النادي الاهلي. انت رايح ان شاء الله باذن الله عشان تكسبه. شفت الفريق وقابلته هنا على الطبيعه، وشفت العناصر اللي فيه كويس قوي. احنا قلنا امبارح ان فيه بعض العناصر اللي هي خطر شويه، عندهم واحد في نص الملعب واحد قدام بيلعب على مستوى كويس، انما في خلل كبير في الديفنس ونص الملعب برضه. وواضح قوي خلال الفترات، بعض الفترات اللي النادي الاهلي رجع بمستواه العادي من الاستحواذ والضغط الهجومي، وصلنا اكتر من مره لولا ان التوفيق كان مش مع ازارو في كذا كوره، كان ممكن تطلع انت امبارح بدل اتنين كان ممكن تطلع 4-5. صح، يعني حتى في اخر في ظل نص ساعه، في ظل ظروفك وفي ظل التغييرات اللي حصلت الاجباريه اللي حصلت لك، انما انت كملت وكملت برضو بشكل كويس. ومن الدقيقه 65 زي ما احنا قلنا، انت بتتكلم بعد كده على 25 دقيقه انت متسيد وبتروح وضيعت اكتر من هدف. فانت قادر ان شاء الله بمزيد من طبعا الحماس، وده طبعا مش بعيد على لعيبه النادي الاهلي اكيد، انه يعد الناس كمان نفسيا كويس قوي وهو رايح هناك ان شاء الله باذن الله يجيب المكسب هناك ماتش ورا الثاني. انت الاول بس تعدي المرحله اللي جايه، ما تبصش بقى للنجم رايح للهلال هناك، وممكن النجم يكسب الهلال. الماتشات كلها بقت ما تعرفش مين هيكسب ومين هيخسر. ممكن يحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل فيها، انت قدامك 9 بونت، هتبتدي بالثلاثة بونت اللي خارج ملعبك مع بلاتينيوم ان شاء الله باذن الله يجوا، بعد كده تفكر في النجم بقى لما يجي لك بعد كده. كابتن عادل، تفتكر ان فايلر خلاص بدا يتعرف على الاجواء الافريقيه، او خلاص عرف الاجواء الافريقيه، ولا لسه شويه؟ والدليل على كده يا كابتن انه قال لك الماتش اللي جاي درجه الحراره 27، يعني هو ابتدى يدرس الجو حتى اللي هيلعب فيه، الى جانب طبعا الملعب، الى جانب ان هو خلاص ارى الفرقه، شافها الخطوط زي ما قال حشيش دلوقتي، انه عندهم ولدين وراس حربه وولد في وسط الملعب. اعتقد انه القرايه والاجواء والفندق والتحضير في افريقيا والسفر والارهاق من الطيران، الكلام ده كله مش موجود في اوروبا، انما موجود عندنا في افريقيا. عشان توصل لأي دولة في أفريقية لازم بقى تنزل ترانزيت وتاخد 12 13 ساعة. لا، زيمبابوي هتروح جنوب أفريقيا وبعدين تطلع زيمبابوي. شفت قد إيه؟ هتروح لآخر قارة. فدي طبعا مرت عليه في الفترة، أول ما جه على حتى ثلاث أيام كان عنده ماتش في أفريقيا بره اللي إحنا كسبناه 2-0. فأعتقد إنه الأجواء دي هو عاش، إلى جانب الناحية الفنية اللي إحنا دايما بنركز عليها. هو شاف الفرقة إمبارح، شاف إن حراسة المرمى الى حد ما الكرات العرضيه والحاجات دي ما بيطلعش فيها، انما هو بين الثلاث خشبات ممكن يبقى عنده المرونه. يعني وليد سليمان شاط له واحده في المقص، واقف صح، في كورتين ثلاثه برضو بيطلع في توقيت مظبوط، لكن الكرات العرضيه والحاجات دي كان ممكن جدا. يعني حتى الجول اللي جابه وليد سليمان امبارح هو واقف على 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 خط المرمى، وليد حاططها بدماغه، لو هو قدام شويه كان ممكن يجيبها. فعنده العيوب دي، العيوب دي طبعا على طول مدرب الحراس مع المدير الفني بتدرس، الى جانب
الاهلي اعتقد انه في الماتش ده باذن الله تعالى الاداء هيكون الافضل، التحضير هيكون افضل، لان الماتش ده في غايه الاهميه. انت خدت 3 نقاط، يبقى عندك 9 نقاط، 9 نقاط يبقى انت يعني انا برضو مش هحسبها كده، لكن النجم الساحلي اللي جاي لك هيبقى عندك التأهل. بغض النظر عن النتيجه بتاعتهم بقى هم. لا بصرف النظر صح. الهلال مع بصرف النظر انت خلاص بقيت 9 بونت، لذلك الماتش اللي جاي ده هو هيبقى عنده من الاهميه انه ياخد الـ3 نقاط، علشان عارف هو قيمه البطوله دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لادارته، وكذلك اللعيبه هيبقى عندها الحماس ان انا الفرقه دي لازم اخد الـ3 نقاط. النجم الساحلي لما يبقى انت ان شاء الله لما الماتش اللي بعديه لما هتاخد الـ3 نقاط اللي انت اتظلمت فيهم في الماتش الاولاني، ان شاء الله يبقى انت عندك 12 بونت. لما تروح السودان اي نتيجه مش مشكله، لكن انت 12 بونت عديت، انت 12 بونت هيجيب 12 بونت باذن الله تعالى. 10 هو في المباريات الافريقيه 10. لا هم 10 في نقطه، في نقطه هيوصل ل 10 ما حدش هيوصل على اساس يطلع ممكن تاني او تاني. تاني بالظبط. في نقطه مهمه جدا يا كابتن مطلوبها من الكابتن سيد، واكيد هو بيعملها يعني برضو الحاجات الجميله كده اللي بيطلع يقولها بالنسبه للاتحاد الافريقي. احنا اتظلمنا في ماتش النجم، خدنا ايه؟ ما خدناش حاجه، عملنا مذكرات وما فيش حاجه افادتنا او ادتنا جزء من حقنا. انا بشوف ماتش امبارح الزمالك بيلعب زيسكو. والله لو حكم مصري ما يبقى كده، حكم ممتاز فير يعني فير فير وحاجات كده بسيطه برضو بيحسبها. احنا النوعيه دي ما بتجيناش. كابتن سيد لازم ابقى انا يعني اكيد هو بيعمل كده، بس انا برضو بذكره من فضلك يا سيد لو تكرمت اضغط بقى في الفتره دي على الماتشين اللي جايين. يعني الماتشين اللي جايين جدا طبعا، الماتشين اللي جايين يوصلك مش مستحملين عايزين حكم، مش عايزين يدينا حاجه زياده. بالظبط. انا عايز الراجل اللي جاي بس يدي للنادي الاهلي حقه. انا فاول بول عليا احسبه عليا، في ضرب جزاء ليا احسبها لي. فالحته دي برضو نشتغل عليها، لان دي هتبقى مهمه جدا في الفتره اللي جايه. طيب كابتن حشيش، تفتكر لو اخترت فرقتين من المجموعه دي تختار مين؟ مع الاهلي يعني. مع الاهلي هو بص بعد مكسب الهلال بتاع الماتش بعد مكسب الهلال ما كسب يعني النجم، حاسس انه ماشي بصوره كويسه ومعاه مدرب كويس حمادة له خبرات. خلي بالك 3 مدربين كبير. او يعني انتموا للنادي الاهلي او انتموا جمله للنادي الاهلي، سواء يعني طبعا النادي الاهلي مع فايلر وجاريدو بيشتغل في النادي الاهلي بالظبط كده كله الأهلي. احمر ما عدا بلاتينيوم فانا يعني ممكن والله طبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ومعاه ممكن انا بقول ممكن الهلال مش كابتن حماده يعني ولا والله يعني انا اتمنى لحماده كل الخير طبعا زميل وصديقي يعني عزيز، فانما حاسس ان هو يعني بعد مكسبه هناك للنجم الساحلي ممكن برضه هتفرق معاه جامد او تدي له قوه دفعه كبيره يعني. طيب هنروح نكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن هدافي البطوله الافريقيه، وكابتن خطيب بيحافظ على قمه هدافي الاهلي في بطوله افريقيا. فتح الثنائية وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في مرمى بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة إفريقيا صفحة هداف الأهلي في بطولات إفريقيا. هي الصفحة التي تضم نجوما كبار صالوا وجالوا في ملاعب القارة الإفريقية، سجلوا أهدافا مؤثرة للأهلي. الحاوي وليد سليمان سجل هدفي الأهلي في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليرفع وليد رصيده من الأهداف الإفريقية لـ19 هدف متربعا على قمة هداف الجيل الحالي من لاعب الأهلي في البطولات الإفريقية. يحتل وليد سليمان المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي برصيد 37 هدف، هو الإنجاز الذي لم يكسره لاعبون كثر في القلعة الحمراء
ليظل إنجاز الخطيب صامدا كونه واحدا من أهم نجوم الكرة الإفريقية عبر التاريخ وأيقونة الكرة المصرية والأهلاوية. بعد الخطيب يأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدف. في المركز الثالث يأتي عماد متعب نجم الأهلي السابق برصيد 28 هدف، بينما احتل محمد بركات وفلافيو المركز الخامس برصيد 18 هدف. بعد الثنائية التي سجلها وليد سليمان في مرمى بلاتينيوم انفرد الحاوي بالمركز الرابع في القائمة برصيد 19 هدف. الهدفان رفعا رصيد وليد سليمان من الأهداف الإفريقية بالقميص الأحمر ل 19 هدف، ليتخطى الثنائي محمد بركات وأمادو فلافيو ب 18 هدف لكل منهما، وليصبح رابع هداف الأهلي في البطولات الإفريقية. وليد سليمان سبقا سجل هدفا بقميص بتروجيت في البطولة الإفريقية، مما يجعله يحتل المرتبة السابعة في القائمة التاريخية لهداف كل الفرق المصرية برصيد 20 هدف. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، هل نقدر نحكم على مستوى نادي الهلال مع كابتن حماده صدقي في اولى مبارياته بعد فوزه على النجم الساحلي، ولا نستنى شويه؟ هو نستنى شويه، لكن دايما الدفعه الاولانيه مدير فني بيخش على فرقه في الدوري الداخلي اول ماتشين نكسبهم، اذا اللعيبه ابتدت تتجاوب معاه، وجماعه اللعيبه في السودان محتاجين المدير الفني اللي يعملهم نفسيا كويس، عندهم الفتنس كويس قوي، طبيعه الحياه عندهم يعني. الحاجه الثانيه انه طالما انا اقتنعت بالمدير الفني، فلو قال لي ارمي نفسك في البحر هرمي نفسي في البحر، مفيش مشكله. فهو اقنعهم ان هم فرقه كويسه، اول ماتشين على طول، الاول ما وصل الماتشين كسبهم، وبعدين راح مع في تونس في ماتش صعب جدا، تحس ان الماتش فرقه تونس بتوصل، لكن ما فيش حاجة خطرة بتوصل على الجول، حاجات بسيطة جدا، لكن هو مأمن كويس قوي وكان بيلعب هجمات مرتدة، والفتنس بتاعهم إلى حد كبير وصل لمرحلة معقولة مع وجوده باستمرار معاهم لفترة شهر شهرين، الحكم هيبقى أكتر إيجابية. لكن كبداية مبشرة، أنا أعتقد أنه النجم الساحلي لما هيروح السودان يلعب الهلال هيجد صعوبة جامده جدا يرجع بثلاث نقاط، لانه الولاد بيلعبوا بشراسه، بيلعبوا بقوه، بيلعبوا بحماس، بيقابلهم النجم الساحلي في نوع من يعني الهدوء شويه، الارتخاء شويه، الثقه الزياده قوي، فما اعتقدش انه هيروح السودان ويرجعوا بثلاث نقاط، دي هتبقى يعني صعبه جدا، ودي هتدي دفعه قويه جدا للهلال. زي ما قال الكابتن حشيش انه الثلاث نقاط الهلال انا برشحه ان شاء الله مع النادي الاهلي، لان النجم اعتقد انه يعني في مشاكل كده في الاداء، تحس انه لدرجه ان امبارح اللعيبه بتتخانق مع بعض، يعني الجول بيزعق في وسط الملعب بيحمس زميله مش عايز يلعب، ياخد الكوره عايز يرقص، كل واحد عايز يظهر مهارته في فريق مقابل فريق الهلال بيلعب بحماس شديد جدا، بيلعبوا بنظام، بيدافعوا كويس وبيهاجموا كويس، بينفذوا تعليمات مدربهم، واعتقد ان هم يعني هيبقى ليهم السبق ان شاء الله يخشوا مع النادي الاهلي باذن الله تعالى. انت كمان يا اسلام النجم الساحلي، لو هنشوفه من المباراه الاولانيه بتاع النادي الاهلي هناك، انت برغم الطرد بعد ربع ساعه النجم الساحلي خايف منك طول المباراه، وانت اللي مستحوذ وانت اللي بتهاجم وانت ناقص يعني لعيب ولعيب راجل مساك يعني مكان حساس في الملعب، وبعد ربع ساعة وبتلعب بره ارضك، دي يعني دي صعبة جدا ان انت تكمل وتتسيد وما جاش الجون فيك الا عن طريق غلطة، ما شفناش ضغط من النجم الساحلي. فالنجم الساحلي انا شايف من خلال متابعاتي السنين اللي فاتت، لا مش هو النجم الساحلي بتاع السنين اللي فاتت، لازم يعني احنا يعني نوضح الحتة دي. عندك استحواذ الحكم في الدقيقة 93، انت فاول ليك على ال 18 ما بيحسبهاش
يعني انت يعني بتلعب يعني ضد الراجل بتلعب يا كابتن عادل ضد النقص العددي وضد التحكيم لغايه اخر لحظه، ومع ذلك طلعت خسران 1-0 بس. فالنجم الساحلي مش هو، انا شايف مش هو النجم الساحلي بتاع السنوات اللي قبل كده وبتاع بطل افريقيا، بدليل ان احنا وبعدين يعني مكسبه مع بلاتينيوم مش هو برضو المكسب اللي نقول ان هو يعني لا متفوق. اول اختبار حقيقي كان بالنسبه له كان مع الهلال وخسر المباراه. فان شاء الله انا بقول يعني ان فرصه النادي الاهلي والهلال كبيره في المجموعه ان شاء الله. طيب هنطلع نشوف تقرير عن هذه الجوله، ماذا حدث في هذه الجوله، وبعد كده بقى نرجع نتكلم اكتر عن النادي الاهلي والمباريات القادمه المحليه والافريقيه في النادي الاهلي. الإثارة والتشويق وبعثرة الأوراق كانت عناوين لمباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020. شهدت الجولة إقامة 8 مباريات، انتهت 5 مباريات منها بانتصار أحد الطرفين، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات لتشتعل المنافسة القارية قبل انطلاق الجزء الثاني من دور المجموعات في المسابقة الأقوى والأشرس إفريقيا. في المجموعة الأولى سقط العملاق تيبي مازيمبي الكونغولي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام أول أغسطس الأنغولي. بنفس النتيجة عاد الزمالك من زامبيا بنقطة من مضيفه زيسكو يونايتد، ليواصل غربان مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك في الوصافة برصيد 4 نقاط، ثم زيسكو يونايتد وأول أغسطس ولكل منهما نقطتان. مفاجأة من العيار الثقيل، حقق الهلال السوداني انتصارا تاريخيا على النجم الساحلي التونسي بهدف من دون رد بالملعب الأولمبي في رادس تحت قيادة نجم الأهلي السابق حمادة صدقي، في الوقت الذي قاد الحاوي وليد سليمان فريق الأهلي لانتصار ثمين على بلاتينيوم الزيمبابوي، وذلك رغم الإصابات والغيابات الكثيرة للفريق، لتشتعل المنافسة في هذه المجموعة الثانية بين الثلاثي النجم الهلال والأهلي بعد أن حصد كل فريق 6 نقاط من 3 مباريات، بينما ابتعد فريق بلاتينيوم عن المنافسة بشكل كبير. في المجموعة الثالثة واصل صن داونز الجنوب أفريقية التحليق منفردا على القمة بانتصار ثمين خارج الديار على اتحاد الجزائر الجزائري، رفع رصيده به إلى 7 نقاط، يليه الوداد المغربي الذي افترس بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 4-1 في مباراة كان بطلها الأول أيوب الكعبي الذي سجل هاتريك ليقود فريقه للفوز الأول له بدور المجموعات واحتلال مركز الوصافة. ما زالت المفاجآت حاضرة في مباريات الجولة الثالثة، حيث سقط الترجي التونسي حامل اللقب في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام فيتا كلوب متذيل المجموعات الرابعة. التعادل السلبي منح فريق الدم والذهب نقطة رفعت رصيده ل7 نقاط في قمة المجموعة، بينما حقق الرجاء المغربي الفوز الثاني له على التوالي في دور المجموعات أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري لينفرد بالوصافة برصيد 6 نقاط. جاء الفريق الجزائري ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي برصيد نقطة واحدة. شهدت الجولة تسجيل 15 هدف بمعدل يزيد عن الهدف الواحد في المباراة، منها 4 أهداف في الشوط الأول و11 هدفا في الشوط الثاني. كان الوداد المغربي صاحب أقوى خط هجوم في الجولة برصيد 4 أهداف، جاء أيوب الكعبي هدافا للجولة برصيد 3 أهداف ليودع فريقه بطريقة لا تنسى. عدل إصابات كثيرة خلال هذه الفترة، خلينا نبدأ بمحمد محمود وبعد حمدي فتحي وبعد كده رمضان صبحي وبعد كده سعد سمير، الحظ وحش قوي الحقيقة، وأيضا جونيور أجاي. الإصابات الكثيرة دي أعتقد بتضع المدير الفني في حيرة، يعني مفيش شك الإصابات لازم عندنا لجنة التخطيط مع كابتن محمود بنشوف عملية الإصابات ديت، وبعدين هي منظومة ونستغل بقى كابتن حشيش موجود معانا
اللعيب اللي بيطلع عندنا كان بيبقى فيه دوري في المناطق بلعيب الولاد الصغيرين في سن صغير. السن الصغير ده بيلعبوا مسابقات. فتخيل انت عندك الولد 10 سنين و11 سنه بيلعب مسابقه. طبعا احنا يعني مع بالاتفاق مع المنطقه جبنا ورق وتقرير طبيه ان الولد في السن ده لم يلعب في مسابقه تاثر على غضاريفه وعلى الاربطه وعلى العضلات وعلى الجهاز التنفسي وعلى الجهاز العصبي. والتقرير دي موجوده على مستوى العالم، مفيش دوري في العالم بيبدا قبل 14 سنه. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بنبحثها ونجحنا مع المنطقه ان احنا خلينا مهرجانات تبقى مهرجانات. ارجو ان يعني الاكاديميه برضو يعني ما يبقاش فيه الاشتراك في السن ده، لان دي بتاثر على الولد لما بيطلع يكبر يبقى لعيب كويس قوي ونجم كبير قوي، هتبص تلاقي اصاباته خطيره جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه الملاعب، ضغط المباريات، الى جانب في مفيش حمايه احيانا من التحكيم. عشان كده لما بنقول الفار المفروض ان هو يدخل علشان نشوف الراجل اللي داخل بيتعمد علشان يأذي. يعني محمد محمود الراجل اللي كان دخل عليه طبعا ما اعتقدش انه كان قاصد، لكن الدخله كان فيها عنف لدرجه انه يعني جاب له الصليبي فخد انذار. دي المفروض لو في فار مش هتبقى انذار، دي هتبقى كارت احمر على طول. فبرضه من ضمن الحاجات برضه اللي انا احب ان انا اتكلم فيها يا كابتن، ان هو انت كلاعب كوره كل التحميل عليك الاربطه والغضاريف والرباط الصليبي الى جانب المثلث اللي انت بتشتغل بيه، انت بتباصي عن طريق الضمه والعضلات الفخذ الاماميه والخلفيه. الضمه دي المثلث ده اللي تحت البطن مع المسافه ما بين عظمه الفخذ والمنشا بتاعها، لعيب الكوره كل الشغل على المنطقه ديت. فمفروض بيحصل ان انا كل يوم في الجيم اللعيبه، وحتى برضو عمليه السواقه واللي انا بقعد فتره كبيره وانا قاعد، المنطقه دي ممكن بتضعف، فكل يوم لازم اشتغل على الاربطه بحيث ان انا انت بتطلع تلعب كوره بدماغك وانت نازل يا كابتن بتنزل على حرف رجليك، اذا ما كانش الرباط شايلك هيحصل فيه ازمه، يا اما يحصل شد يا اما يحصل صليبي يا اما يحصل غضروف. اذا ما كانش الرباط شايلك وهو قوي هيبقى قوي منين؟ انك انت كل يوم اخش اعمل عدد معين من العدات بحيث ان الرباط الصليبي بتاعي ده يبقى في منتهى القوه. وده طبعا ما يجيلوش اجهاد اللي هو العدد المعين اللي حضرتك بتتكلم عنه. لا ده بيبقى تركيز يا كابتن، تدريبات مركزه على الرباط الصليبي. ايوه انها تدريبات يعني ما فيهاش اي جهد، انت راجل قاعد على جهاز بتشغل الاربطه ما فيهاش اي جهد عضلي ولا حاجه، ده مجرد تقويه للاربطه. الى جانب المثلث ده في برضو اجهزه موجوده عندنا في النادي ان انا بقوي المثلث ده. تعرف المثلث ده يخليك وانت بتشوط الكره تطلع بمنتهى القوه، وانت بتعمل الاوفر بتاعك من باك رايت للوينج ليفت هتعمله بمنتهى البساطه، لان الحته دي منتهى القوه عندك. كل يوم لازم انا عندي العداد دي حتى من غير مدرب ومن غير حاجه، انا النهارده تعالى حشيش انت النهارده تعمل لي كل يوم 50 عده في الجهاز ده، تيجي انت الصبح قبل التمرين بتعمل الكلام ده. في نقطه كمان انت في المقدمه قلتها في منتهى القوه ودي انا بحييك عليها، قلت ان جوزيه كان بيقول لك تعالى نص ساعه قبل التمرين عشان تعمل عشان تعمل الالفه دي، وده اللي احنا قلناه مع سعادتك انه يبقى في الصبح وبعد الظهر. الصبح ده مش تمرين، انا باجي بفطر بنفطر كلنا مع بعض شوية ونفضل ساعه ساعه ونص قبل التمرين، الالفه دي بقى تبقى جاي بفطر معاك وقاعد معاك واول اخره. الحاجات دي كلها بتنعكس في الملعب، الى جانب برضو ان انا اخش بقى الجيم اعمل الاربطه سواء الرباط الداخلي او الخارجي. اليوم الكامل بقى كمان اليوم الكامل ده بيعمل الفه، والعالم كله كده. كل العالم كده الساعه 9 الصبح لحد الساعة 7 خلص تمرينه يروح البيت. كابتن تكملة للسؤال الكابتن عادل بتاع كيف يتعامل فايلر مع الإصابات. الراجل بصراحة من كلامه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة دايما الإنسان اللي واثق من نفسه بتلاقيه هادي وما بيديش أي مبررات يا إسلام. أيوه يعني امبارح قاعد يتكلم كان ممكن يقول إيه، أنا عندي الماتشات اللي جاية متلاحقة وصعبة فأنا عندي إصابات ومش لا. الراجل قال انا عندي اكتر من لعيب في المكان الواحد، عندي البديل
اكتر من بديل في المكان الواحد، وانا كل مباراه بدور اللعيبه، بعمل سياسه التدوير. على ما لو صبر القاتل على المقتول. كنت هتقول كده؟ انا بقرا افكارك. كنت هسال حضرتك سؤال عن ايه؟ عن ان هو انا مش هعلق بعد كده. لا لا استنى السؤال. لا ان الناس يعني الناس ممكن تكون او تقول لك ان دي فرصه كويسه، ان مش فرصه كويسه لكن المصابين خلاص اتصابوا وبالتالي هي فرصه كويسه للي بقالهم فتره ما بيلعبوش. ده معنى يعني السؤال اللي كنت هساله لك. هو طبعا الراجل بصراحه يعني في ثقه متبادله بينه وبين اللعيبه واضحه قوي، يعني هو واثق في اللعيبه قوي، كل كلامه انا واثق في لعيبتي ان شاء الله هتادي وهتعمل نتائج كويسه. وفي نفس الوقت اللعيبه من التصرفات يا اسلام اللي انت كنت لسه انت وكابتن عادل بتتكلموا عليها، بتاع حسام عاشور وبتاع محمود متولي مع سعد سمير بعد الاصابه، الكلام ده ما يتعملش واحد قاعد احتياطي زعلان انه ما بيلعبش او متضايق او مش واخد فرصته. الناس قاعده بره صافيه، كلها بص على الهدف الاساسي، في حب، بيحبوا بعض. على فكره كابتن المدرب وحضرتك مدير فني كبير، هو اللي بيخلق الحب بين اللعيبه او بيزود التنافر بينهم. لو انا حسيت ان انا ما خدتش فرصتي واسلام اللي بيلعب بس وبيتصاب وبيرجع يلعب وانا ما بلعبش، ببقى في نوع برضو يعني جوه في يعني متضايق شويه ان انا او مش مبسوط ان انا قاعد احتياطي. انما لما يكون الراجل مدي كل واحد الفرصه الكافيه وزيه وزي اللعيبه الثانيه في المكان الواحد، دي بتدي نوع من النفس اللي بتبقى يعني راضيه بالوضع وحاسه ان مفيش ظلم. لان اكتر حاجه اللعيب بيحس بيها لو في ظلم في الفرقه، انا شايف ان الراجل ده بيعامل لعيبه النادي الاهلي، ودي الصعوبه في كده ان انت مش بتعامل اي لعيبه. لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم، ثلاث ارباعهم منتخب مصر، فانك تتعامل معاهم ويكون كل واحد مرتاح ومبسوط ان هو قاعد احتياطي لزميل بيلعب في الملعب، ولما ينزل يأدي. احنا النهارده ما نعرفش اذا كان احمد فتحي الاساسي ولا محمد هاني. تقدر تقول لي مين المساكين، مين الاساسي ومين الاحتياطي؟ خط الهجوم نفسه محدش عارف. الماتش اللي جاي مش عارف مين يلعب، محدش عارف مين الماتش اللي محمد محمود يلعب. الماتش اللي فات بتاع امبارح عامل مفاجاه، مقعد شحات وقفشه اللي هم كانوا احسن اثنين ماشيين خلال الثلاث اربع ماتشات اللي فاتت. فهو بالسياسه اللي هو عاملها دي عنده الحمد لله كم من اللعيبه، يعني بدليل ان احنا قبل كده لما كانت بتحصل الاصابات دي السنين اللي فاتت كانت الفرقه بتقع شويه وبتبقى نازله وبنتائج ما كانتش كويسه، وكنا متاخرين في بدايه الدوري قبل كده. انما مع الراجل ده انت مش حاسس. ما تقع سعد سمير طبعا ربنا يشفيه ولعيب، وخساره طبعا لفرقه النادي الاهلي لان هو كابتن ولعيب خبرات كبيره. انما عنده البديل، شفناه امبارح في الاخر عمل تغيير مهم جدا، راح مطلع وليد سليمان يريحه خلاص اطمن عليه، ونزل محمود متولي. هو مش نازل عشان يدافع ولا يملى الحته دي، هو عايز يدخله في الملعب ويخليه يعني ياخد ربع ساعه عشان يحس ان هو بيلعب رجله في الملعب عشان ان شاء الله باذن الله يؤدي في المباراه اللي جايه. فهو الراجل الحقيقه من التصريحات بتاعته بتدي اطمئنان لجمهور النادي الاهلي. انت بتسميها كابتن بعد اذنك، بتسميها ولاده نجم. أيوة. محمود متولي هو اصلا نجم، بعد الاصابه بيبقى راجع لك محتاج ثقه، فهو اداله في الوقت ده. الحاجه الثانيه تكمله كابتن اسلام، الراجل ده لما حد بيضيع فرصه او حد بيغلط، لما الكاميرا بتيجي عليه اي مدير فني في العالم تبص تلاقيه يا اما زعلان يا اما بيشوح يا اما زعلان وليه اشارات كده. الراجل ده بيحب لعيبته جدا وبيحترمهم جدا، والحاجه الجميله كمان عنده العدل. اجمل حاجه في الدنيا ان يبقى عندك عدل وانت بتعامل اللعيبه. صحيح. فاللعيب لازم يحترمك، انك انت ما انتش بتجامل فلان على فلان، لا، انت جهدك وعرقك هو اللي هيديك المكانه بتاعتك. ومع ذلك وانا بديك المكانه بتاعتك، الراجل اللي هو انا بلعبه عليك حابب قوي ان زميله يلعب، ويبقى حابب جدا زي ما بنشوف عاشور وغيره وازاره، ولما كان بيبقى قاعد احتياطي، وشفنا حسين الشحات لما كان ما بيجيبش اهداف، لما ابتدى يجيب اهداف شو كان بيجري على عاشور. يعني الكلام ده يبقى انا زميلي بيلعب عليا لانه في عدل، ومع ذلك الراجل اللي هو البديل بتاعه او اللي هو ما لعبش حابب قوي زميله. فالمعادله دي
ما بيعملهاش حد الا واحد ربنا مديله الحكمه وموفقه انه ازاي يتعامل مع 30 نجم بيدي لهم كل واحد بيديله حقه كامل، وفي نفس الوقت لا يطعم فيه، ما يطلعش في مؤتمر صحفي يعمل مبررات او يقول يتكلم على لعيب كلمه غلط، يتكلم على اللعيبه في لا صحفي يقول له انت فين. وبعدين انت فاكر يا كابتن اسلام لما كنا بنقول احمد الشيخ الراجل لما اداله ماتشين خلاص بقى عنده نجم موجود خلاص، وحاسس انه جاي جاي كل مباراه، حتى لو ما لعبش تاني بس خلاص قدمه للجمهور في توقيت جيد واظهر امكانياته، وكل ما هيديله ماتشات هيبقى في كهربا، في رمضان، في الشيخ، في حسين الشحات، في اجاييه، يبقى عندك البدلاء، اي اصابات بعد كده تيجي لا ده احمد الشيخ رجليه في الملعب، حسين الشحات رجليه في الملعب، رمضان رجليه في الملعب، كهربا رجليه في الملعب، اجاييه في الناحيه الشمال رجليه في الملعب، ووليد سليمان يبقى عندك. والميزه كمان لربنا اتفضل الراجل تحس انه المقياس بالنسبه له هو التمرين، الاداء في التمرين واضح، لان احنا شايف احنا عارفين ان في لعيبه لعيبه على مستوى عالي ومهارات اساسيه عاليه جدا جدا وما شفناهاش خلال الفتره اللي فاتت دي، مش ظاهره في الصوره خالص. فاذا الراجل ده بياخد بالتمرين مش بياخد ان اسمه او انت لعيب مروان بيبعد بيدخل مروان صالح جمعه، صالح جمعه محدش يختلف على اي مفيش حد يختلف على الامكانيات صالح جمعه، انما شايفينه بعيد. ده دليل ان الراجل ده نمره واحد عنده البذل الجهد في التمرين، واديك فرصه يعني انت ابذل جهد في التمرين وانا هديك فرصه. شايفين ان هو ادى اللعيبه كلها فرص استثناء بقى بعض الناس اللي ما ساعدتش نفسها يعني. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير على ارقام النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه، مباراه بلاتينيوم طبعا اللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء امس. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم اخيرا عن مباراه المقصه يوم الاربعاء. حقق الأهلي فوزا هام على نظير بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصل للنقطة السادسة في ثلاث جولات خاضها المارد الأحمر حتى الآن. بعيدا عن تحقيق نادي القرن الإفريقي للفوز فإن هناك العديد من الأرقام التي تحققت في هذه المباراة والتي أقيمت على ملعب استاد السلام في حضور جماهيري لا يقل عن 10,000 مشجع. حملت مباراة الأهلي مع بلاتينيوم رقم 99 للقلعة الحمراء في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام بلاتينيوم، الثالثة في النسخة الحالية. جاء الفوز الذي حققه رفاق ريني فايلر ليحمل الرقم 46 في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بجانب أنه الفوز رقم 140 للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ورقم 110 بملعبه، ورقم 46 في المجموعات، كما أن تلك المواجهة كانت رقم 21 بين أندية الدولتين ورقم 11 داخل مصر. حافظ الأهلي على العلامة الكاملة للأندية المصرية بملعبها، في حين كانت المباراة رقم 11 للأهلي أمام أندية زيمبابوي السادسة بملعبه، حيث شهدت الفوز التاسع للأهلي على أندية زيمبابوي، الخامس عشر للأندية المصرية. سجل وليد سليمان سادسة ثنائية له بقميص الأهلي، الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، الثانية في المجموعات، ليصبح ثامن لاعب يسجل 20 هدفا إفريقيا بواقع 19 هدفا مع الأهلي وهدف مع بتروجيت، كما أنه سجل 3 أهداف في النسخة الحالية و16 هدفا في دوري أبطال إفريقيا، ليصل للهدف رقم 62 بقميص الأهلي في 250 مباراة. خرج الأهلي بشباك نظيفة في 135 مباراة في دوري أبطال إفريقيا و175 مباراة في البطولات الإفريقية بشكل عام، كما أن محمد الشناوي خرج بشباك نظيفة للمرة 15 في إفريقيا والرابعة 54 في كل المسابقات.
كابتن عادل، مباراة المقاصة مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء القادم، استكمال مسيرة الدوري المحلي، أهمية كبيرة طبعا لمباراة مصر المقاصة. كيف يستعد النادي الأهلي لهذه المباراة؟ زي ما احنا متعودين، انت بتاخد بطولة الدوري، بس بعد ما بتاخد بطولة الدوري بيبقى فيه طلبات مطلوبة منك كجهاز وكلاعيبة، تبقى انت احسن اهداف، اقل اهداف جاية فيك، كسبت عدد معين من المباريات كانجاز، قعدت 20 مباراة 18 مباراة 20 مباراة من غير هزيمة، كل دي بطولات من داخل بطولة الدوري. فاعتقد الماتش اللي جاي هدف اللعيبة وخاصة المجموعة الموجودة دلوقتي، ان انا كسبان 8 مباريات، عايز اعمل الانجاز ان انا اوصل زي ليفربول كده 18 مباراة اكتر باذن الله تعالى، زي من 2004 لحد 2010 احنا شفنا العدد البطولات الدوري، كان جوزيه احيانا بيعمل بطولات داخل البطوله. واعتقد الراجل ده دارس النادي الاهلي كويس، يعني عارف تاريخه كويس، والدليل على كده انه كل تصرفاته بتوحي انه راجل قاري كويس وشايف كويس وعارف يعني ايه امتى اركز في بطوله واطلع من بطوله لبطوله. الكلام ده يعني ما اعتقدش متعود عليه في اوروبا، انه كان ماسك فرقه وبيخش من دوري على كاس على افريقيا على بطوله عربيه. فهو درس النادي الاهلي كويس وعارف ان انا ماتش المقاصه هيبقى الماتش التاسع بالنسبه لي، ولازم اوصل لمرحله ان انا لابد ان انا اوصل ان انا ابقى واخد الدوري قبل الدوري ما ينتهي بخمس ست مباريات، وده يبقى الانجاز اللي هو بيعمله على المستوى المحلي. تمام كابتن حشيش، هل ممكن فايلر يريح لعيبه في الدوري بسبب البطوله الافريقيه او العكس ولا شيء ولا لا؟ بص، هو بياخد كل مباراه على حده، يعني ما يقولش اصل المباراه دي في البطوله الدوري واحنا عندنا مباراه اهم مع بلاتينيوم مثلا بره فانا رايح. لا خالص، هو بيحط الناس اللي شايفها اول حاجه، اعتقد انها مش مجهده، ممكن يكون حاسس زي الماتش بتاع امبارح، حاسس هل هو ما كانش محتاج حسين الشحات وقفشه في المباراه بتاعت امبارح؟ لا، كان محتاجهم، بس هو حس ان دول اكتر اتنين في الملعب ومجهدين، فممكن حطيتهم كروت كبيره بره على الدكه ولعب ناس تانيه. ما بيجيبش الناس التانيه دي من اخر الدنيا، ما اوريدي الناس التانيه اللي كانت موجوده، وليد سمان يعتبر رجله في الملعب، الشيخ لعب المباراه اللي قبلها، جايه بيلعب على طول، ازارو نزل قبل كده وهدف وهدف، يعني هو الراجل بيشوف انسب حد للمباراه بغض النظر ان هو اصلا رايح ده او ادخر حد زي مدربين تانية ما بتعمل ان انا رايح النهارده اسلام عشان انا محتاجه الماتش اللي جاي. لا، انا عندي بطوله وعارف انها بطوله مهمه، طموحات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بتكبر، وده بيسبب عبء على الجهاز الفني. انت 8 مباريات مكسب الحمد لله داخل فيك هدف واحد، فانت دلوقتي جمهور النادي الاهلي يا اسلام مش عايز منك ان انت تنزل تكسبه بس، انت دلوقتي جمهور النادي الاهلي عايزك تكسب باداء حلو يستمتع، زي ما بيقول لك ان احنا دلوقتي بنقعد قدام مباراه النادي الاهلي بنقول يا رب والنبي يكسب بس عشان لا، ده انت عايز تعمل اداء وتشوف النجوم وتشوف جمل زي ما عودنا عليها. فهو مش هيدخر حد، هو هيلعب بالقوه بتاعته اللي جاهزه والمناسبه للمباراه دي. عموما اخيرا يا كابتن، بس عشان السؤال ده انا كنت بادئ بيه الحلقه، هل الدوري المصري ضعيف؟ في كلمتين ثلاثه يعني. بص على الجدول يا كابتن، الناس اللي هي تحت 8 9 10 طبعا 6 و7، طب الرابع والخامس والثامن 14، يعني ماتشين. ده معناه ايه؟ معناه ان يعني مفيش حد واقع خالص، ما عندوش حاجه، يعني مجرد ان مثلا وادي دجله لو كسب ماتشين 6 بقى 12 ابتدت تدخل. النهارده طلائع الجيش 8 نقاط، ماتشين ب 14 دخل في وسط الجدول. فمين قال ان الدوري ضعيف؟ الدوري في منتهى القوه وهيظل في منتهى القوه، لان انت لازم تبقى فاهم كويس قوي انه الفرق اللي زي ما احنا قلنا معاك، الفرق اللي هي الدكه بتاعتها قويه وكل الفرق استعدت كويس، خلصت بطوله افريقيا، بعد بطوله افريقيا ايه اللي حصل؟ قعدوا 4 شهور الناس بتجهز نفسها، جابت لعيبه، جابت مديرين فنيين وهكذا. فالدوري اعتقد انه في منتهى القوه، وان شاء الله هنستمتع بيه ان شاء الله. كابتن حشيش، طول ما في فرق تكسب النهارده وتتغلب بكره، فانت كل الناس زي بعضها،
يعني لو حسينا ان مثلا في اربع فرق في البدايه بيكسبوا الفرق اللي هي المكمله دي كلها بقيه ال 14 فريق، هنقول لا والله الدوري ضعيف، ما فيش الا بس ثلاث اربع فرق هم، انما الباقي لا. انما بتشوف المقاولين العرب اللي هو ثاني بيخسر من دجله وبيرجع يكسب الاسماعيلي بعدها، يعني دي حلاوه الدوري. والدوري المصري فيه فرق كتيره كويسه، انت عندك الاهلي والمقاولين، الاتحاد السكندري ماشي كويس قوي بغض النظر على الهزيمه من الاهلي 4، ده حاجه استثنائيه، سموحه، بيراميدز، الزمالك طبعا، يعني فرق كلها بتنافس الاسماعيلي. وبعدين انت برضو بالبدايات ممكن تلاقي القصه دي اتغيرت مع انتهاء الدور الاولاني وبدايه الدور الثاني، هتبتدي المنافسه تزيد اكتر، الفرقه هتبقى استقرت، التدعيمات بتاعه يناير هتدي الفرق برضو اللي هي حست ان في اماكن ناقصه هتديها قوه بعد كده. اعتقد لا، الدوري المصري دوري قوي بدليل الناس على طول متابعه ومتابعه كل المباريات. يعني عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق لكل الفرق، ويا رب نشوف او يظل دائما الدوري المصري دوري قوي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك النهارده، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء يوم مباراه نادي الاهلي ضد نادي مصر المقصه، زي كالعاده يعني ساعه ونص او ساعتين قبل مباراه المقصه والنادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في ظل هذه الضغوطات الصعبه والاصابات الكثيره، ولكن يظل دائما النادي الاهلي ان شاء الله دائما فوق الجميع. أشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأربعاء قبل المباراة بساعتين. شكرا جزيلا.